يا اهلا وسهلا يا باشا. هو ده بقى البيت. البيت يا مدام اهو. اختي تفاحه بقى مش عارفه اقول لك ايه، يعني الادب، يعني التربيه، يعني الاخلاق، يعني القلب الابيض، يعني كل الصفات دي فيها. هو ده اللي انا بدور عليه، صح يا ماما؟ طبعا يا حبيبي، احنا اهم حاجه عندنا النسب والعيله الطيبه. لا اوعى تتكلمي عن النسب والعيله الطيبه، احنا معروفين في المنطقه. تعالي هنا بس واسالي على عيله حاحه شكري، معروفين زي الجنيه الذهب. يعني الادب، يعني الاخلاق، يعني التربيه، يعني الاصاله ونوال الزغبي مع بعض. الست تفاحه دي ملهاش حل، احنا هنا قوي. الست دي دي خلتني استغنى عن مراتي، شغاله فوق وتحت يا عم. هي اسانسير يا عم الحاج. انت حاحة اختك عامله شغلك كده؟ اهو بال اختك. ابي حاحة، هي اختك بتشتغل ايه بالظبط؟ تكس بس تحمى قبل ما تيجي. ربنا يخليك يا استفاح. هات يا اخوي اللي بعد. وريد ولا عضل؟ كيف يعني؟ يعني فوق ولا تحت؟ ما خبرش، عنديك الحقنه دي عضل. يلا ارفع الجلابيه. واه اتحشم يا مره وعد كده. وانا قلت لك اتجوزني عرفي، دي حقنه عضل. عضل؟ انا عضلي كله قدامك اهو، اختار العضله اللي تعجبك. يا ام الجهل، حقنه العضل دي بتتاخد ورا. انت اتخبطت في نفوكي يا ست انت ولا ايه؟ ها؟ ده انا لو مرتي قالت لي كلام زي ده اطخها عيارين في دماغها. بقول ايه؟ اديني الحقنه دي في اي حته الا الحته دي. انت بتلاقي حته ارض؟ بقول لك ايه، ما تقفليش دماغي. يلا روح للدكتور خليه يكتب لك حقنه حشمه. يلا يا اخويا رجع له الجزمه من الجزمه دي. اقول له اديني اي حاجه الا اللي بوس يقوم يديني الناس خمنا. امشي يا امشي. اللي بعده. ده انا مستنيك على نار. العيادة بتاع البنت تفاحة بنت اختي شغالة النهاردة، فمحدش بقى بيدقق مين طالع ولا مين نازل. انت بس اول ما تدخلي اعملي نفسك عيانة. يعني كحي على قد ما تقدري كحي، واعملي نفسك بترجعي، امسكي بطنك. عارفة يا بنت الشراح، احلى حاجة بحبها فيكي ايه؟ خيالك المريض. يلا بقى يا شراح، احنا هنقعد نتكلم كتير، ما تتاخريش. انت قدامك قد ايه؟ ساعة يا دوب. يلا باي. اقف طابور. طابور ايه وانا داخل اقبض المعاش؟ هو في ايه؟ ما تخلصي بقى، العريس عفن هو وامه جوه. انا مش ملاحقه على الناس، سيبنا عشان شغل. حد يسيب عريس محترم زي ابو دان ده ويدي حقن للواغش ده؟ ايه مش مالي عينك كده ولا ايه؟ بس عديها لك وانا ايدي تقيله وهتبقى شرجيه. سيبنا شوف شغل، انت حالك جوز جواز صالونات. صالونات؟ ده هيبقى جواز حمامات. دي سيره دي؟ امشي. يلا. وانت واقف فاتح لي السوسته اللي انت هتطهر؟ يلا يابا من هنا. انت كده بتقطع اكل عيش. هو انا بتاع بلدي هصدر لك الفرش؟ يا بنت انا عايزك تتجوزي وتستتتي. عايزه استتت ولا تستولى على الشقه عشان تتجوز فيها؟ لعلمك بقى مش هتجوز الا الانسان اللي بحبه وحق. في ايه؟ انت بتحبي مين يا بنت؟ ما بحبش حد. تعالي هنا. قصدي يعني لما احب. احنا ناس ما نعرفش غير حب ماما وحب بابا، ودول ماتوا من زمان. صح. ما فاضلش دلوقتي غير حب الله وحب الوطن. سامعه؟ وسمعني سلام، اللي مالوش كبير يشتري له كبير وطالع لك كبير. يا
صباحين وحدت على احلى عم في الدنيا. انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ عايزك تنزل معايا دلوقتي بسرعه. مش هينفع، انا عندي ظروف خاصه جدا. يا عم استنى بس، البنت تفاحه جالها عريس لقطه تحت، ابن حلال ومعاه فلوس، عايزك تنزل معايا عشان تقنعه. اصل بصراحه انا واخد حبايه ضغط. وانت من امتى عندك ضغط؟ لما بشوفك بيجي لي الضغط. يا عم استنى بس، ده انت الكبير بتاعنا اللي بنلجأ له في حل مشاكلنا. اصلك انت مش فاهم يا حاح، انا نفسي مزنوق ومحتاج لاي حد الجأ له. طب ما تلجأ لنا. الجأ لنا انا وتفاحه ونتلم في حضن بعض ونبقى اسره واحده. حضن ايه؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ مش ده الحضن اللي انا كنت مستنيه؟ ايه ده يا عم؟ في ايه؟ ايه؟ بسم الله ما شاء الله. ايه؟ ده انت زي البومب، ده انت زقتني زقه جامده قوي، وضغطك عالي وواطي وسخن. ايه في ايه؟ الله يطمنك. صحيح؟ بس بص عاوز افهمك حاجه، انت واختك شوفوا لكم اي حد بقى يتحشر بينكم، ما تحشروش راجل حزين زي بينكم. حزين؟ حزين. بيره وشموع وربع اللحم وضغط عالي وواطي وحزين، امال لو فرحان كنت هتبقى عامل ازاي؟ بقول لك ايه؟ ثلاثة بالله العظيم انا ماشي من هنا الا رجل على رجلك عشان اقابل العريس تحت. استنى طيب. يلا بس تعالى. استنى. هتاخدني كده هتجرني على بلا وشي اغير هدومي؟ طيب. طب روح غير بس بسرعه. طيب. يا رب محمود حباي ما يروحش. كح يا رجيل. ما خلاص. دي شكلها تعبانه قوي يا عم. ايوه هي تعبانه وربنا مش كاتب لها الشفا. لو سمحت يا ست مفيش دكاتره هنا. معلش. هو كان فيه بس راح مشوار غصب عنه، احتمال يفتح بعد ساعة. مفيش دكاترة هنا ومفيش حد هيفتح. يلا يا ست بطلي كحة قرفتينا. ايه ده يا عم؟ دي شكلها هتموت خالص. هي كانت هتموت، هتموت، بس كتب لها عمر جديد. ايه حلوة البراندة؟ هايلة هايلة. خش جنبي نسيبك. اتفضل اخويا. خليكي انت جنبي. ريحي رجليكي عشان ما تنملش. معلش العروسه متاخره شويه عند الكوافير، زمانها جايه. الله زي القمر. والله ما حد قمر غيرك انتي. ممكن اعزمك على سينما ميد نايت؟ ميد نايت؟ بلاش، نخليها حفله تسعه. اقول لك احنا نطلع عندي فوق، انا مشبر ازازتين بيره وبسخن ورقه لحم على شويه لب وسوداني، وننزل على طول على السينما كارهين بعض، ايه رايك؟ لا لا لا، انا عايزه اتفرج على بقيه الشقه، مش وقته. شقه مين عدم المؤاخذه؟ الشقة دي اللي هيتجوز فيها ابني. الشقة دي بتاعتي ومحدش هيتجوز فيها الا انا. يا نعم، انا هتجوز في الشقة دي وانا عاجبني العيلة، عايز اتجوزها. وانا كمان حبيتها من اول نظرة عشان طبيعية يا بيه. حاحا جوزاني. وانا كمان. عمي قوم ماشي المأذون حالا، يلا. خلي المأذون في الميد نايت. ميد نايت ايه؟ انت رايح تجيب كيس فشار؟ ايه يا عمي؟ مفيش جواز يا عم الحاج. يلا توكل على الله. ايه ده؟ يا عم يلا. ايه ولا بتاع؟ يلا يا ست مع الف سلامه، بره من غير مطرود. ممكن اول المطرودين انت يا عمي. توكل على الله يا مامة العريس. توكل على الله. وانت بقى ورحمه امي لو وقع لك صف اسناني. ولا زعل نفسك، امسك. يا ولاد الحقن دي سلاح خطر، طب املوها مضاد حيوي وانت بقى سلاح وعناك. طالع عشان بوصل لك السبوبه يا حاحا. انت بقى نتكلم. اهلا عليك يا حصه. انت تسوى يا بنت وحشه ولا بايره؟ الاثنين. اه قصدي الاثنين مش فيكي. طب امسك ايدي. ماشي. طب العريس تاو طلع معفن. ها الاربعه خمسه اللي انت طفشتيهم خليكي كده قاعده لحد ما تدوري وتقعدي في عربيزنا. واحنا عربيزنا مش مستحمله. ده انا حلوه ومدملكه والف مين يهواني، الدور والباقي عليك اللي مش هتلاقي كلبه تعبرك.
تعبرك؟ ده انا النسوان هتقطع بعضها عليا. ما تقول لها يا عمي. اقول لها ايه؟ اول حاجه ما شفتهاش اكذب يعني؟ بمرض بنت خالتك المعفنه اللي خطبتها، ده النوع بتاعها سحبوه من السوق. بس مربيه على ايدي وضامن ان عدادها عزيره. ده انت لو دورت عليها هتلاقيها قلب عداد ومستغفلات. انا ما اسمحلكيش تتكلمي على بنت خالتك بالطريقه دي. يا ولاد اطمنوا، دلوقتي ما حدش بيمشي بالعداد، لا رجاله ولا ستات. النسوان بتقطع نفسها عليه، ده انت اوفر ايدج. دلوقتي بتعايريني بالسنه تفاحه؟ هو انا اتاخرت في الجواز ليه؟ مش عشان اسطرك؟ سطر مين يا مفضوح؟ عايز نخله عشان تلها في الشقه؟ لا ده بعدك، انا قاعد على قلبك. انتوا مش ناويين تخلصوا الخناقه دي؟ مش كفايه ضيعتوا عليا جلسه العلاج الطبيعي؟ الله يلعن على ابو اليوم اللي امي خلفت فيه ابوكم وبقيت عمكم. ايه ده؟ انت ايه اللي حشرت بينا واحنا بنتخانق؟ مش مكتوب من نفسك تجيب عمك اللي عمره ما حبنا ننشر غسلنا الوسخ قدامه؟ وتنشر غسلكم ليه؟ سيبيه منقوع قد سنه عشان ينضف. ما انت اللي خليتينا نلجا له عشان نحل خلافاتنا، خليتينا نلجا للياسوع اللي ما يسواش. عنده حق، خليكي ارجع. اه يا قليل الادب، هي دي اخرتها يا واد. اتنين اخوات بيتخانقوا مع بعض، تحشر بينهم ليه؟ اه صحيح، انت مالك؟ دي مصارين البطن بتتعارك. تصدق انت صح ولا غلطان؟ فك يا اخويا مصارينكم من على رقبتي قبل ما تسخني. غور غور في 60 داهيه. الحق انا اشوف دكتور يوافق يجي يديني جلسه. بس يعني بس ايه يا عم مالك؟ ايه عاوز انقط؟ وجاب الميكروفون بتاعك معاك؟ انا بحب انقط الميكروفون بتاعنا. نسمع سلام كبير والنبي. يلا بس. ايه يا عم السلام ده؟ ده سلام الاسد ملك الغابه. ليه يا عم الحاج؟ احنا في جنينه الحيوانات ولا ايه؟ طب عايز ايه يا عم؟ عاوز انقط يا جدع بفلوسي. يا عم ما تنقط، انت هتتخنق علينا بال 3 جنيه وربع اللي مسكهم فيه. فلوس انا حر فيها يا اخي. يا عم خليه نقط. يا عم سمعني سلام. سلام للعروسه. العروسه والعريس. والعريس ومحمود عبد الشافي. محمود عبد الشافي وحسين بكر. حسين بكر واكرم فريد. اكرم فريد ومحمد السبكي. محمد السبكي ومحسن ناصر. محسن ناصر ومحمد السبكي تاني. محمد السبكي تاني. اول وتاني وتالت. اول وتاني وتالت ومليون. ودوس على زرار بهبل وسمعني سلام سياب الجبل. ديب 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 ديب. واجيب لك ديابه منين؟ من الجبل. ديابه من الجبل؟ اه امال ايه؟ عندنا عندنا. اعوه يا جدع في ايه ده؟ انزل بسياب الجبل. الا قولي لي يا مايسا. يا عيون مايسا، انت عارفه يعني ان انا بعتبرك في منزله. اوعى تقول اختي. لا اختي ايه، ده انا اختي اشرف مش شرف. انا بعتبرك في منزله جارتي. ربنا يكرم مصر. يا نهار اسود، احنا في فرح والناس قاعده. يعني على اساس بصي ان احنا مش متربيين سوا وكده، انا عايزك تقولي لي بصراحه والصراحه راحه. هو انا خلاص النسوان ما عادتش تبص لي؟ فاشل. هو مين الحمار اللي قال لك كده؟ هو مش حمار، هي حمارة مؤنس جحشة. البنت تفاحة أختي. ياه سيبك منها بقى، دي طول عمرها معقدة. ما تتجوزني يالا. أتجوزك؟ الواحد ممكن يتجوز واحدة غلطت مرة قبل منه، إنما يتجوز واحدة غلطت مع سكان القاهرة الكبرى وضواحيها وعلى المقيمين خارجها مراعاة فروق التوقيت. يخرب بيت لسانك، هي فروق التوقيت حكيت لك عموما أنت الخسران. يعني أنا لسه بخيري؟ سؤال ما اقدرش اجاوب عليه شفا، ده لازم تحريف. صدق اللي سماكي ميصة، اسمع على مسمى. انابيب انابيب، انا جبت الانابيب يا عم نبيب. انابيب انبوبه بعت لها جواب، انبوبه ولا سالت فيا، انبوبه ايه الاسباب، انبوبة ما ترد عليا، انبوبة انبوبة. انت يا جدع انت، انت مش لسه جاي الصبح ومحدش عبرك؟ الله يخرب بيوتكم. جرى ايه يا جدع انت؟ سلقت دماغنا. ما تقول يعني وتخبط في حته تانيه. بس الحق عليا ان انا حامل امكم. افرضوا حد حب يقوم من الواجب مع امه العيال والانبوبه خلصت، اشيل ذنبه ولا اشيل ذنبه؟ وافرض واحدة ست عايزة تبسط جوزها وما لقيتش مية سخنة، أشيل ذنبها برضه ولا أشيل ذنبها؟ أنت أدي بتاع الأنابيب. ليلتنا قشطة، ليلتنا عسل، أحلى أنبوبة في تاريخ الغاز كله. هات يا واد أنبوبة واطلع يلا. ثواني ثواني. حاضرة ست هانة. يا ساتر وحشتيني يا توتة. وأنت كمان يا ولا وحشتني.
يخرب بيت امك انت جاي تفضحني ولا ايه يا ولد؟ معلش معلش غبائي خلي طب امسك بقى يا اخويا غبائك عشان ما نتفضحش. طب ما تقفلي باب الشقه عشان نتكلم براحتنا. لا يا حبيبي لسه بدري لما يتقفل علينا باب الشقه. اخص عليكي انا بس تعالى افكر في اللي بالك. بس الشيطان ممكن يفكرك. طب وايه اخر العذاب ده؟ مفيش امل تقنع اخوكي. اقنعه بايه يا حصر؟ لا مال ولا جمال ولا شقه. انا عارف ان شغلانتي صعبه بس وانا لقيت غيرها. عارفه انا مرعوب الغاز الطبيعي هيخش المنطقه. تف من بقك ده كفايه دخلتك عليا بالانبوب. خلاص نهرب ونتجوز عرفي. تاني هتقفلني منك تاني؟ وانا كل ما اقول لك على حاجه تقول هتقفلني منك وانا بحب اكره. يعني انت رايك فيا ان انا جامد وذكر وستات بتموت فيا؟ لحد دلوقتي ده ظن. انا هحولهولك الى يقين لا يرقى اليه الشك. يا عينك انا اول ما بسمع حرف الكاف بتشائم على طول. هو شكلك كده بقى مثقف ومالكش غير في الكلام ده. انا هخليكي ما تحبيش في حروف اللغه العربيه غير حرف الكاف. عارفه ليه؟ ليه؟ لاني هقطعك. يا لهوي لهوي بتعملي ايه يا بنت عندك يا بنت؟ يا فجر ما شفت الرعبه. لا مؤاخذه يا طنط. طنط انا عايز اشرح لك. طنط مين يا روح امك؟ ده انا هخليك تكسر حصك حياتك. طيب هخليك تكسر الليله وانت هقطعك حياتك. هخليك تكسر الليله وانت هقطعك حياتك. يلا خليك تكسر حصك. هقول يا بنت هقول يا بنت بقولك مراتك بتغتصب. العب وقتك بولتا. ده اتلبط العمو. الله ينعل عمو دي عمومة. انت هتقل قلبك ليه؟ ما تخليش اغلط فيه. يا سعادة الباشا انا ما اقصدش. انا يعني هو انا عشان خاطر عمو اشيل بلاويه؟ طب ايه رأي سعادتك انا معرفتش انه ابن اخويا الا من شهرين بس. الله يرحمك يا بابا. تركتني العم يقطع في لحم قربا قربا ويرمي للكلاب. هتضمنه ولا لا؟ مش كفايه كنت هتولعه بجيزه؟ يا باشا انا ماليش دعوه، انا كنت قاعد في بيتي مستني الدليفري جايني. يا سعاده الباشا هو الغلطان. ما ربنيش يا سعاده الباشا على الاخلاق الحميده. ده كان بيجيب لي افلام شيكس عشان شيكس؟ شيكس يعني نسوان متحركه وصور عريانه يا سعاده الباشا. خلاني لما كبرت بقيت استجيب لرغباتي الدنيئه. الله يخرب بيتك يا باشا. بص لي انا مش راجل كبير قدامك اهو، انما عبيط واهبل. الواد ده بقى كان بيجيب لي افلام الشيكش دي ويقول لي اتفرج يا عم دي افلام مصارعه، وانا بسلام اتنين اتفرج. ما عمرك حاجه لما كنت تقول لي مد عينك بالنسوان يا عم عشان تعرف ان انت متجوز غفير. فاكر؟ عسكري عسكري يا عسكري. قول لي الاثنين دول على الحجز. حجز مأمرت ايه؟ تهمه ايه يا سعاده الباشا؟ انا في دماغي. ايه يا نهار اسود دي نصيبه تانيه. ليه؟ تهمه قلب دماغ ظابط. يا خبر اسود دي فيها اعدام. قال لي ما فيها. خلاص يا باشا حقك عليا انا هضمنه وامر الله هضمنه يا باشا. ايه يا حاحه ده؟ انا نفسي اتقطع صراحه بقى ما تنزل بقى وكفايه عامل بنزين اللي حرقناه في السكه. ايه بقى انزل بقى يا عم حاحه بقى انزل بقى كفايه مصحيني من الفجر وساحبني زي ما اكون ساحب مأزة. بقول لك ايه انا مش قد خالتك من السكه اللي فوق دي اطلع لها انت لوحدك. في نقطتين عايز اكلمك فيهم. اول نقطه المكنه المعفنه دي ما سحبتش بنزين انت جايبني زق. تاني نقطه البت تفاحه راحت سيحت لي عند خالتي عشان تبوظ الجوازه وقالت ان انا عايز الهف الشقه منها. حلو. وبعدين انا جايبك ايه؟ جايبك باجرتك هتضرب اكل الجمبري وتضرب واحد ميلك شيك. خناقات تانية يا حاحا. يا حمار ميلك شيك ده عصير تفاح على فراولة. الله ينعل عبو دي صعوبية بقى عندك كده. يا لهوي دمات مواعيد وتقول لي ميلك شيك. بقول لك انا هروح بقى يا حاحا. يا حاحا بدل البدله اللي احنا فيها دي اتجوز لك موزه من موز الافراح احسن لك. يا دي الموزز بتوع الافراح دول نعرفهم نمشي معاهم، انما نتجوزهم لا. سامية دي حاجة تانية خالص، دي ما مشيتش مع راجل غيري. بس أنا شفتها ماشية مع أبوها. يا ولا سامية دي حاجة تانية، دي بختم رباها، فابريكا. طب تحب أجيب لك واحدة استعمال طبيب؟ يا أخي بقى، يا أخي. أمي. زق زق خلينا أغير هدومي يلا. زق.
بيبيب الميه طلعت الكلاكسي يا حاحا ساميه افتحها يا ساميه بدل ما سيحلك في المنطقه تفاحه عايزه توقع بينا عشان تاخد الشقه افتحها يا ساميه قبل ما اقطع شراييني والموس اهو يا ريت عشان دمك يسافل يتصفى ساعتها بس ممكن اسامحك اشهدوا يا ناس انا بنتحر عشان خاطر حبيبتي اهو قلبي اوعي تدي ميه تلاوي اربطي لي ايدي اوام قبل ما النزيف يوصل للقلب يعني ايه يعني قبل ما النزيف يبقى داخلي معلش يا حبيبي معلش قوم يا حبيبي انا مستاهلش انك تموت كافر علشاني اه يا سافل انا قلت عشان لو حبيتوا تعملوا مكرونه النهارده مكرونه شفتي انا بعمل كل ده عشانك وحياه النعمه وعارف ان انا مش هون عليكي انا جايب لك صلصه من غاليه كان ممكن اجيب لك كشطب من رخيص هو ده اللي انت عايزه تتجوزيه اكل بعقلك حلاوه ويا ريتها حلاوه بقشطه لا حلاوه بصلصه والنبي خالتي سيبينا في حالنا واحد وخطيبته بيستفلوا مع بعض مالكيش دعوه انت وبعدين اما هتجوزها هجيب لها حلاوه بالفستق واللوزدق وعين الجمل واللوز تعال احب فيكي شويه بقى وحشتيني بجد وحشتك يا خاين يا بنت اسلوبي طولك شويه ما تطمعيهوش فيكي حد يشوف عيون البكر دي وما يطمعش احترم نفسك يالا بقولك ايه انا شفت حاوه معدي تحت البيت تعال افرجك عليه من البلكونه حرام انا جوز خالتي عاجبك اللي بتعمله بنتك دي حضره خصبه كده يا راجل ربنا يكرمك بالزهايمر او ينقص في عمرك في اشاره مرور او حتى يجيلك انفلونزا الطيور امين يا رب برضو مش هنسى عملتك السودا كده بقى هتخليني اشرح لك وادخل في تفاصيل تجرح محاسيسك لا يا حبيبي اجرح محاسيسي انا بقى عايز اعرف عشان اسامحك امري الى الله انا هشرح لك عشان زي ما بيقولوا لا احياء في العلم الجهاز المنجب عند الراجل ده عباره عن ايه شويه مسالك وأوردة عدم المؤاخذة زي المواسير المواسير دي لو اتسدت هتبقى مشكلة سودة عشان كده لازم لها تسليك وتنظيف لو ما سلكناش وما نضفناش واخدة بالك هنصاب بأمراض خطيرة جدا بس أنا برضه عمري ما سمعت عن الكلام ده عشان كده لازم يدرسوا الثقافة الإنجابية دي في المدارس مش معقول البنت تبقى عاملة زي الجاموس على عشر كده وما تعرفش أي حاجة عن جسم الراجل انتوا مش خدتوا الكلام ده في المدرسة عصومي كانت بتغيبني في الحصص دي خير ما عملت امال انا حبيتك ليه بص انا جايب لك معايا مجله طبيبك الخاص فيها دكتور كاتب كلام بياكد الكلام اللي انا بقوله لك ده بالرسم والصوره حبيبتي انت سخسختي بمدرج انك شفتي رسم والله ما عاد في منك امال انا حبيتك ليه ساميه ايه اللي انت وريتولي ده يا حا؟ بص انا مصدقك بس اوعى توريني الحاجات دي تاني ما تنساش ان انا من اسره محافظه ايوه ما انا عارف انك من اسره محافظه ابوكي من اسره محافظه وامك من سجن المحافظه قصدي إيه؟ محافظه يعني طب يلا بقى يا حا شد حيلك عشان نتجوز مش الست برضه عندها مواسير معرفش بس انتوا اكيد لكم نظام صرف يختلف عننا بس حلوه حكايه المواسير دي شش مواسير ايه امك قاعده بقى اكلك البلوزه يا اختي ايه حكايه البلوزه والحلاوه في البيت ده انتوا كده هيجي لكم السكر وهيبقى عالي كمان 300 فهرنهايت طب استنى لما تمشيش هجيب لك شويه بفتيك على نجرسكو تعالي هنا البيت الطاهر ده بيدخله خمره من امتى خمره النجرسكو دي مكرونه بالبشاميل بس بالفراخ والهوت صوص هوت صوص بقول لك ايه اوعي تنسي انك من منطقه شعبيه وابوكي فران ولا بلاش صوت لسان انت بقالك سنين داخل خارج واكل شارب ضاحك ماسك قدامك شهر يا تجيب شقه وتتجوز يا تفضها سيره البنت جايلها عريس من امريكا ما تستعجليش يا خالتي مش جايز يولع بيه مركز تجاره عالمي تاني طيارتين كده يخشوا في وش امه ولا يضربوا قناص ببندقيه ولا يولع بجاز وسخ حتى فلله ولا فالك امشي من هنا يا وش الفقر امشي نبي نازلين نمرسكو دي في السابق امشي وانت يا بنت امشي الجري جوه انا نجرسكو ورا بتاع خالي ربنا يعينك على ما بلاك يا جوز خالتي لا كسره فوق دماغك اللهم ارزقها بسيارة مفخخة
أو شحنة ناسفة. إيه حق ده؟ بقول لك العروسة كمال اخلع. اتفضلي يا عروسة بوردك اليمين. لا هخشي بالشمال، أصل أنا شغلة والراجل عني. حلاوتك يا أبيض. الليلة ليلتي. الليلة ليلتي يعني فرحي. يعني دخلتي النهاردة. واسمع سلام، ما تزوقيني يا ماما، أوام يا ماما، ما تزوقيني يا ماما، أوام يا ماما، أيوة ما تزوقيني يا ماما، أوام يا ماما، تعيشي حياتي بالسلامة يا ماما. شمع شمع يا ماما، الناس بترقص علشاني، حاسة حاسة يا ماما كبرت قوي وداني. أيوة يلا كمان. أيوة أهو 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 أهو. وفيحة هو أنت ما تعرفيش يا أختي؟ لا ما أعرفش يا أختي. إحنا بقينا هازبنت أند وايف. خلاص ربنا سأل حاحة عشان يسترني. الكلام ده صحيح يا حاحة؟ اتجوزت رقاصة؟ اسمها فنانة استعراضية. ربنا يخليك ليا يا حاحة. لعلمك أنا ست في امتحانات فرقة رضا. بصي بقى حلاوة شمسينا. قلينا حلاوة شمسينا. قلينا تشيك 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 تشيك. من يومك وعندك ميول تبهرني. قصدك ايه يا بنت؟ بتدي اتلمي احسن لي، لان اشرف منك يا ممرضه يا بتاعت حقن العاده للرجاله. كده؟ طب تعالي بقى لما طعمك بمناسبه الزفاف السعيده. سمعوني يا سلام، خلي السلاح صاحي، خلي السلاح صاحي صاحي صاحي. حبيبي يا ابو احمد اتاخرتي. مساء الخير يا عمي. خير؟ هيجي منين الخير يا اختي طول ما انا عارفكم؟ في يا عمي مالك؟ ايه المقابله الكولد دي؟ انا كنت جايلك عايزه اكلمك في موضوع خطير. مش انت كبير العيله برضه؟ كبير ايه؟ اسكتي. مش انا صغرتي يا اختي وبقيت عيل. بقول لك يا بنت من الاخر كده، انا راجل سافر ومنحط ودول، وروح يا اختي دوروا لكم على كبير عيله بحقه حقيقي. يلا الله ما توسع مراحك شويه يا عمي. بقول لك الواد حاحه جايب نسوان تحت في الشقه. يا بخته، عقبال يا اختي ان شاء الله. بقول لك نسوان، ويا ريت اي نسوان. دي البت ميسر رقاصه وبيقول انه متجوزها، بس انا مش داخل دماغي الكلام ده. انا حاسه انه بيقرطصني. عقبال ما ربنا يكرمني واقرطصك انا راقب. إيه؟ يلا يا بنتي مع السلامه. يا عمي يلا مع السلامه بقى. يا عمي بس وقولي الحاحة عمك بيبارك لك وبيقول لك انك طلعت ارجل منه. يلا يا اختي ومحدش يجي منكم هنا تاني، انا مسافر فيتنام ومش عارف ظروفي. يا عمي ماشي يا عمي ماشي. بقولك ايه، اخراسي خالص وعدي ليلتك دي على خير. انا كل اللي انا عايزه منك ان انت تغيظي تفاحة دي، تمثيلية تمثيلية عشان نغيظها بيها. ماشي، ومش هنسالك وقفتك جنبي يا مايسر. ما تقف جنبي دلوقتي يا حا بجملة الجمايل. يا اختي تنيل انت بتوريني ايه؟ ما كل ده انا دايسه قبل كده. ممكن اوريك اللي عمرك ما شفته. بس بقى بس بقى ما تخلينيش ادنس بيت الاسره صغيره. مش كفايه انك دخلتيه؟ لا يا اخويا، احنا اتفقنا اتجوزك كده وكده، بس ما اتفقناش تعذبني. ده في نمل بيمشي في عروقي. بصي النمل بيمشي ازاي. ده ايه المره المنمله دي؟ بقولك يا مايسا، انا ما صدقت ان ربنا تاب عليا من افعالي وابتدى يكرمني. حرام يا بنت الناس، انا عايزه اتلم بقى. طب ما تلميني الاول علشان تبقى لمه وانتوا بقى. طبعا يا خالتي ساميه، مهما حصل ما بيننا اختي ما يهونش عليا حاحة اللي عمله ده، ضميري ما يسمحش. هو حاحة اخويا صحيح، بس احنا ولايا زي بعض. طب مستنياك يا خالتي. بالسلامه يا حبيبتي، تكر وانت جايه. ايوه يا باشا، عايزة أبلغ عن قضية دعارة. بس بقى طب توريني مكان التطعيم. بس انت دايما مع واحد عنده كوليرا. مش عايزة أشوف حاجة تانية. اغزي الشيطان بقى. الشيطان ذات نفسه اتحرق من النار اللي قايدة في جسمي. إلهي تولع انت وهو في يوم واحد. طب ما تولعه بقى. نقطها يا حبيبي، نقطها يا عينيا بوسة، وطفيها طفيها عشان اولع فيه. طول عمري اقول عليه دلو نجم ما صدقتيش.
ايه؟ فرحانه بنفسك يا بنت، خليني راسك جدعه. تعالى هنا يا بنت، معلش دعوه بيا. هقول لك بس حاجه، استني. اقول لك حاجه يا بنت، استني بس. ايه ايه؟ عايز تضحك عليا بحكايه المواسير دي تاني؟ مواسير ايه يا بنت؟ مفيش يما، ده كان فيلم والبيه جه في اخره. يا سامية صدقيني، انت تصدقي ان انا اتجوز واحدة زي دي؟ مالي دي يا روح امك، وحياة امي لا نورياك، انا هوفي عليك بلطجية مصر كلها، لو شافوك في فرح هيكسروا رجلك، انا هعرفك من دي. يا ناس اشهدوا، الراجل الذكر ما عملش حاجة لبنت الدخلة، ما ذبحش القطة عشان هو اللي طلع قطة. طلع قطة. انا طلعت قطة. شفتي بقى؟ هي سيحت لي في المنطقة كلها وقالت عليا قطة. الزوجة الأصيلة ما تسيحش لجوزها وتقف جنبه يا قطة. استنى سامية وحياة أبوك ورحمة أمك محاسيبك. وسمعني سلام، لو ما كنتش أنت تدلعني مين هيدلعني؟ سامية! 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 استنى سامي حقولي كده. بتبلغي عن البوليس يا اختي يا بنت امي وابويا؟ انا بلغ عنك البوليس يا حاها. اعوذ بالله يا اخي. اعوذ بالله. اخوكي جاك خوت في دماغك. بس عموما الحمد لله انا في السليم. يا ترى البوليس ده طالع عند مين؟ يا سعاده البيه ارجوك تفهمني، دي كانت جلسة علاج طبيعي. الست انشراح دي ست شريفة جدا. مين انشراح؟ الست اللي كانت هتعمل لي الجلسة. طب وشرفك يا سعادة البيه؟ أنا ما لمستها. أنا ما انكرش إن كنت ناوي، إنما ما حصلش. فهل القانون يحاسب على النية؟ الكلام ده يا أستاذ تقوله في النيابة. أنت متقدم بلاغ ضدك إنك بتستغل شقتك للأفعال الحرام. ياه، هو فين الحرام ده يا سعادة البيه؟ ده انا عشت احلم بالكلمه دي كتير. صدق يا سعاده البيه، انا عمري ما شفت الحرام، حتى الفيلم نفسه عمري ما كملته. بلاش اسالوا انشراح ويقول لكم. انشراح؟ هي فين انشراح؟ اعمل معروف يا سعاده البيه، اوعوا تبهدلوها ولا تعروها. كويس قوي انك سترتها بالسجاده، اصلا ما بتحبش تكشف على حد. الهي السرعه مع الدنيا واخر. طب يلا يا اخويا. ايه ده؟ انتوا هتاخدوا السجاده دي معاكم؟ اكيد اكيد. ايه؟ قلعوها ان شاء الله تولع، دي سجاده غاليه. معقول يا فندم؟ معقول سجاده من ايران الف فيها واحده من بولاق؟ هاتوه. طيب طيب، حد يخبط على الناس بالنهار كده. نعمة؟ المتمردين استولوا على المدينة وبيدبحوا في الناس. احنا هربنا على مركب وجينا على السودان، ومن هناك ركبنا الطيارة وجينا على هنا. كلها يومين ثلاثة وحسين ان شاء الله هيحصلنا، بس بعد ما يطلب اللجوء السياسي لجيبوتي. معلش يا هاها، هنتقل عليك يا اخويا. لا يا حبيبتي نعمة مفيش حاجة، بس يعني ربنا ما يرزقكيش بعيل ابيض يكسر الضلمة اللي انت عايشة فيها دي. وعموما ده بيتك، واهلا وسهلا بيك في اي وقت. على رأيك يا أخويا، الواحدة مننا برضو ملهاش غير بيت أبوها. ربنا يخليك لينا. ولاد تعالوا يا ولاد سلموا على خالكم. لا بس عرفيني بأساميهم الأول. هم هيعرفوك على اسمهم واحد واحد. يلا يا ولاد. كريستينا، ليلي، تهلالي، رامي، مانويلا، جلبرت. سعيد اتقبض عليه في قضية شيكات، ولاد الحرام نصبوا له فخ، ده بيت في النيابة من امبارح. كان فاكر ان هو ممكن يطلع بكفالة، لكن لقوا عليه كذا حكم، عشان كده ادوا له حبس احتياطي. انا مش عارفة اعمل ايه يا حاح. انجدني يا اخويا، ابوس ايدك انجدني. جدنا بقى. شوف يا حاحة يا اخويا، بعد العشرة دي كلها يطلع مزمن. مزمن؟ اه مزمن مخدرات. بقاله 30 قاعد من غير شغل، وطلعوه معاه في مبكر. اهو عشان ايه بقى؟ عشان طلع مزمن وعامل نفسه كل يوم رايح جاي من الشغل، وطلع مزمن مخدرات زي ما انت قلت. الله يخرب بيت الازمان وسنينه. Thank you.
يخليك ليا يا اخويا وما يحرمنيش منك ابدا. اللي انت عملته معايا ما حدش يعمله ابدا. بقول لك ايه، خلي بالك من تفاحه، ما تزعلهاش منه، ده احنا ملناش الا بعض يا حبيبي. ما تقوليش كده نعمه، ده بيتك اختي، وانت خدي بالك من حسين. هو عامل ايه معاكي؟ الحمد لله. ايوه يعني بيطلع لك ولا انت بتنزلي له ولا حكايتكم ايه مع بعض؟ بيتك ايه؟ باي باي يا حبيبي. خدي بالك من دسه الاشرار دول. حاضر يا حبيبي، اشوف وشك بخير. حبايب خالهم دول. مع السلامه. الله يسلمك. ها بنت اللي يفاي انجل اسي يتيك للبوك جان. والله ملك حق، انا زعلان منك، اصل ده بيت اخوات، انا ماليش فيه والله العظيم. مش رايق. وبعدين يا عم انت كنت ريحت لك يومين، ده الصومال والعه والناس بتقطع في بعض. ما هي دي وريك يوك هنا عشان كده بوجع الوين متمردين تجار قوي يوم. يا راجل انضميت للمتمردين؟ اه وعلي انضمت فيه. ده مستقبلهم كويس العيال دي؟ اكيد مش العيال. اه بيدوا معاشات يعني ممكن يظبطوك اما تكبر يعني. معاشات اتريات واو على طول جوه. بس انا مش عاجبني تشويتي العيال كده لغايه الصومال، ده المشوار طويل. يعني يا راجل زي كم مش جيراني يعني. خلاص يا عم انت اطول مني وتفهم في الحاجات دي. مع الف سلامه. مع السلامة حسين. ألف سلامة أخوي. مع السلامة. السلام عليكم. خد بالك من العيال. ها؟ لا ما فيش مشكلة. ربنا معاكم. السلام عليكم. أنت بتتكلم عربي أمك غريبة ليه؟ أنا بكلمك بالعربي دلوقتي أهو. السلام عليكم. مع السلامة. كلمة السلامة. خد بالك من أحمده. لا ما فيش مشكلة. ما فيش مشكلة. بنت صغيرة ما فيش مشكلة. مع السلامة. ربنا معاك. السلام عليكم. يا مصطفى. أنت بتعيط؟ ده أنت طلعت طفل عندك أحاسيس ومشاعر أهو. حبيبي يا مصطفى. يا ابن المجنونة اوعى بقى يا عم امشي، ده انت عيل نكد يا باي عليك. اوعى بقى اوعى. ما تسيبك اضربك القلم الاخير متعشم فيك يا راجل. لا بس بجد احنا مش عارفين نشكرك ازاي يا حاحة. انت طول عمرك ابو المجدعة يا حاحة. نستأذنك احنا بقى، احنا تقلنا عليك قوي يا اخويا. السلام عليكم. ده بيت اخواتي قبل ما يكون بيتي، ولو هم مش طايقينكم ولا عايزين يعيشوا معاكم يجوا يعيشوا هنا معززين مكرمين. ربنا يخليك يا حاحة يا اخويا. معلش بقى مضطر استحمله. اصل احنا جايين نهدي النفوس يا ابو نسب. بدل في الشتك العايمه دي وكركر مرمر اللي انت عايش فيها دي، راعي ربنا في مراتك وابنك ووكلهم بفلوس حلال. ما بلاش انت طايق بقى الكلام ده بتاع الهشك بشك. هشك بشك. تعالى يا مصطفى سلم على خاله. لا ده انت هريني. الكابونه دي بقى من خالك. ماشي يا خال، مرعوبه بس هتتردله. ايه ده؟ انت اكيد متوحمه على سفاح في الواد ده. معلش يا اخويا حقك عليا انا، اشوف وشك بخير بقى. مع السلامه اختي. يلا يا سفاحه يا تغنانه. لوك وصلى على النبي. وابن يور ايز تاكل سويت ان شاء الله. This is a pharaonic copper. This building is a pharaonic king. What is the name of this king? King Mariot. From which family? تصدق انت الوحيد اللي مضايقني باسئلتك الكتيره دي وسط الجروب بتاعي ده كله. رد يا عم الحيل ورد يا اخي بيت، اقول له من اهل اسره. هرد يا اخويا بس خد بايدي. ايدك انزل يا فراشه. ده من اسره القناه الثانيه. خلاص شيل بقى عني شويه سايق. You know what is this? This is Mankara clock. هي بيج شويه لان هو كان راجل بسم الله ما شاء الله بيج ودراعه كبير شويه كان مقتدر يعني. يا ابن اللذينه ده انتوا الناس تقول لهم نفرتيتي مدفونه تحت القبه هيصدقوا. والله مش بعيده سيد، لسه الحضاره الفرعونيه لم تكشف عن اسرارها بعد. وحياه خالتك وحياه امك لو قلنا امك راجل نصاب وده لا وفد اجنبي ولا زفت وانت بتشوه سمعه مصر. مصر دي امي، واللي يمس سمعه امه اقطع لسان امه. ايه ده؟ دي مش ماسورة مدينة نصر بس اللي ضربت، ده في ماسورة بنات ضربت في المنطقة يا عم. مش ماسورة، ده خزان. هما الحريم عملوا ثورة ولا ايه؟ ايه ده؟ مش دي البت داليا جارتنا؟ الحق داليا بتقول المظاهرة. داليا بنت عم يوسف؟ هي بقت من الأحرار ولا ايه؟ مصر يا شباب طهروها من الجيش. ايه ده؟ سيد؟ ازيك يا سيد؟ ازيك يا ابو رويا؟ ايه اللي جابك الجامعه؟ ده جاي مع وفد عيني من تشيكوسلوفاكيا. هي الدوله دي مش اتلغت خلاص؟ اتلغت ايه يا سنه سته؟ دول بس قسموها حتتين. حتتين تشيكو وفاكيا. اللي معانا دول بقى بتوع فاكيا. بقول لكم ايه، ما تيجوا تشتركوا معانا في المظاهره. هي المظاهره دي عشان فلسطين؟ لا. العراق؟ برضه لا. سوريا، لبنان، الشيشان؟
لا عشان هضايق القبه. ايه ده يا امريكا خدتها؟ يا جدع بطل هزار، ده من يومين اغتصبوا فيها بنتين، ده غير البنتين بتوع فيصل وغير البنت بتاعت الكتكات، ده غير فيفي عبده وفيلم القاتله. عشان كده احنا عاملين مظاهره بنطالب فيها باعدام الذئاب البشريه اللي بينتهكوا حقوق الفتاه المصريه. طب والله دي مظاهره زي الفل، انا هنضم وهلتحم معاكم، دي قشطه والله وكلها مليطه بالصلاه على النبي. زيس فازاورو راويا زيس از زيس از ذيس از راويا اند ذي ار هير سيسترز. This is a pharaonic march from King Tut and Kamon. هينضم لنا دلوقتي وفد من منظمة حقوق النسوان الأوروبية. Come in, follow me. راح فين يا عم؟ اوعى ايدك. انت هلا. خليك في حالك. يا عم. Come in, come in. تعالى تقول. Come in, quickly, quickly. Quickly, follow me. Here, 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 here. يلا اغتصبتوا فتاة الأوروبا على أسواقكم برجل الكنبة. صباح الخير يا جهان. صباح الخير يا سيد. معقول يا سيد 75 رنة ساعة؟ حرام عليك. عشان تعرفي بس انك في بالي على طول. طب ايه رأيك بقى انك لو رنت لي اكتر من 10 رنات انا هفتح عليك. افتحي عليا حتى ابوك اللي تفتحي عليا ربنا يفتح عليك. نفسي اسمع صوتك، ده انا حتى شاليرك كانت تستبي. ما تهونش عليا خسارتك يا سيد. ما قلتليش بقى قريت القصيده بتاعت امبارح؟ حلوه قوي. تسلم ايدك. تسلم ايدي ايه؟ هي صينيه بطاطس يعني الاحساس اللي فيها وصلك؟ ايوه يا سيد الاحساس بتاعها حلو قوي، بس الاحلى منه بقى ملخص القانون الجنائي اللي انت عملته لي ده، خلاني هضمت الماده كلها. بقول لك ايه، مش الدكتور فؤاد السعيد جه؟ سعيد مين؟ فؤاد السعيد استاذ القانون الدستوري يا اخي، الوزير ده مش عارفه. طيب انا هروح اظبط شعري بقى عشان المحاضره قربت. نفضت لك يا فالح؟ معقوله بنت زي دي توقعك؟ ما تقولش كده يا عم، دي ملاك. ملاك؟ دي عامله لي فيها سبيده ثروت، وانت لو دورت عليها هتلاقيها ساكنه تحت كوبري الليمون. لا على فكره ابوها رجل اعمال بجد. رجل اعمال؟ طب ما انا رجل اعمال يا عم. الاعمال وبالنيات. صدقني البنت دي ما تستاهلش تكتب فيها ورقه شعر واحده، دي يا دوبك ورقه عرفي وجمعتين وبس. يا عم وفر كلامك الماسخ ده، كفايه الاجانب الغلابه اللي وديتهم في داهيه. وديتهم في داهيه؟ انا خليتهم يتفرجوا على شرطه مصر. اسمع يا سيد، عشان تحب واحده لازم تبقى من توبك يا ابني، لازم تبقى زي امك. قال زي امي يا هو الواحد يلاقي فين واحده زي امي؟ العشر وزير الديمقراطي. معلش يا سيد انت كمان اتسرعت. اتسرعت يا بنت؟ انا قلت حاجه امك كلمتين اللي راح ولا جم. مش انت كمان ما كانش عاجبك الوضع ده؟ ايوه بس اللي مش عاجبه الوضع ما يصحش برضه يتصرف بالاسلوب ده. طب يا ستي انا غلطان. معلش ربنا عايز كده، المهم انك تستغل وقتك في حاجه مفيده. لا ما تقلقيش عليا من ناحيه الاستغلال، انا اساسا شخصيه استغلاليه. كنت عايز اقول لك على حاجه كده، يعني يا ريت ما ترنيش بعد الساعه 10 عشان بابا بيقفش. ها باي باي. هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ امال في الحنيه والعياط والبوس والحضن الدافي؟ انا الحضن الدافي. باشمهندس بالصلاه على النبي كده الكاسيت بتاعك الحلم، ها عشان مشوارنا طويل، اغاني سهلله كده عشان معانا واحد مصدوم عاطفيا. يا عم اللي تشوفه ما خلاص ما عادتش تفرق. سينا من سونيا. سينا وسونيا دي مين ده؟ يا عم شغل الكاسيت وما تفتحش بقك خالص. انت بحياتي يا عين ما شفتني زي. انت عبيط يا اسطى. يا عم بقول لك عايزين نسهلل نسهلل. خلاص ما تزعلش ما عادتش تفرق. سينا من سونيا. بقول لك ايه يابا؟ اطفي الكاسيت وشغل لنا الراديو، ولو جبت سيرة سينا وسونيا دول تاني نزلنا هنا على اقرب يمين. وهجيب سيرتها ليه؟ ما عادتش تفرق. سؤال رفيع يا باشمهندس بعد اذنك، انت مانع الفرحه تخش التاكسي، هات لنا نجوم اف ام، عايزين نفرح وحشتنا الفرحه.
ما تتقلب بينا وتخلص بقى. شهيد المفروض تقعدي تعيط عليه طول حياتك. عيط عليه يا حبيبي طول حياتي، ده كان بيحبك وكنت مهنياه وما كانش يقدر يستغنى عني وهينتهي عذابنا ان شاء الله. في ايه يا ام سعيد؟ حرام عليكي اللي بتعمليه في الواد ده. انت ايه جرالك ايه؟ مره تقولي له ده بيتهد، ومره تقولي له في حريقه، ومره تقولي له في تعلق في الحمام. هتفقدي الامل في الواد كده وهيموت من خضه يا ام سعيد. انا مش عارفه ايه الحشرات والصراصير اللي احنا معاشرينها دي، لا رش نافع ولا عجينه نافعه ولا اي حاجه، ده حاجه بقت تقرف. اعملي اللي انت عايزاه فيا، انا تحت امرك. ما احنا كناش قرايب يا ام سيد، وام الله يرحمها موصياكي عليا وهي بتلفظ انفاسها الاخيره تحت الانقاض. مش انت وجوز علينا الرحمه؟ ان امك دي ربنا يخفف عذابها، انا ما كنتش بطيقها، ده ربنا هد البيت مخصوص عشان خاطر تموت. امال فين صله الرحم؟ فين صله الرحم؟ حرام عليكي. ده انا قلت انت هتاخدي بالك مني عشان يتيم. طب ما انا يتيمه ارمي بلايا على الناس. استنى بقى عقبال ما تصل وشك بشويه ميه اخلص. ربنا على الظالم. حرام عليكي، ايه اللي بتعمليه فينا ده؟ ايه الارهاب اللي انت عاملاه ده؟ ايه العنطصه اللي انت فيها دي؟ امال لو كنت سواق الطياره ده انت حيالله حته سواق التاكسي. يعني سواقه التاكسي دي هي اللي انت عايش على قفاها. يا ماما براوية برضو عنده حق، يعني لما اروح اتجوز بقى واتقدم للنسايب اقول لهم ايه؟ مامي سواقه تاكسي. انت ما رحتش الجامعه النهارده يا رحمان؟ ما عنديش محاضرات. خلاص اخدك معايا استاد مختار التتش، اعرفك على المدرب بتاع 19. تتش ايه ياما؟ بس انا قلت لك نفسي ابقى شاعر كبير مش لاعب كوره. انت يا ولا اللي جرالك يا ولا؟ ده ايه العداوه اللي بقت بينك وبين الكوره على كبر دي يا ولا؟ اشحال يا رب لما كنتش متوحمه فيه على ابراهيم وحسام حسن. مش كنت توحمتي على احمد شوبير كده؟ كنت بتعترك بسم الله ما شاء الله مذيعة الدنيا. طب ما تزعلها ولا ايه اللي حصل؟ دي امك برضه واللي اتكسر يتصلح. ولا انت ما رحتش الجامعه ليه النهارده ولا؟ لا النهارده ولا بكره، انا اترفدت. ايه؟ اترفدت؟ استهدي بالله يا ام، استهدي بالله، الله اكبر، استهدي بالله يا ام، والله ما اقصد يا ام، الدكتور هو اللي خدني على اخوانا. دي زينة مرات هيركليس. اترفدت؟ اترفدت خلاص؟ بقيت صايع كده تحوجنا لعمك؟ شيل بقى. يقطعني. نسيت اقول لك صباح الخير. شايف عربية عمك يلا؟ اللهم زلها نعمة ومنحها من الدوام. طبعا يا أمه، ما هو ملهبش فلوس السمسارة والبنوك والفساد غير فلوس أبويا. اللي يركب عربية زي دي بقى يا سيد يحس بإيه؟ بتلاقيها مش عايزة لها سواق قال. نبي نفسي أجربها. جربي إيه بس يا أمه؟ أنا بجربها، أجربها والنبي يا ناس، نفسي أجربها وأموت وأجربها. ما تحرميش نفسك يا أمه. سمو الأميرة حنيفة، اتفضلي. يخرب بيت حد عمل لك حاجه؟ ايه ده؟ ما انتوا مالي عربيه؟ انتوا اللي بتركبوها يا شحاتين يا فاره. ايه يا امه ده؟ قمتي تمه؟ قمتوا هو اللي سيدها يبقى له امه. بطلوا حقد بقى، بطلوا حقد بقى، خلوا عندكم روح رياضيه، سيبوا الغلابه الاغنياء يتمتعوا بفلوسهم. انا مش عايزاك تضيع وقتك معايا وانت وقت وقتك ملكك. ايه ده العربيه بتولع؟ اجري يلا. This is the last sons of Mankara. This Kara. Look at his face. Look at his profile. If you won't touch him, give me 15-18 pound. سيبني فين يا ابو رايح؟ موبايله مقفول وما تستهبلش، انت عارف مكانه. ام سيد انت كده بتسيء لسمعه مصر، ومصر مستهدفه اليومين دول. الوقت فين؟ انا عايز اشرب من دمه. ما تدخلينيش في خناقاتك مع ابنك يا ام سيد. طيب انا هخليك تلطخ حياه ام سيد. اه
بس يا مسيد راح الجامعة يقابل جهاد. هي فيها جهان كمان؟ Who's this, أبو راوية؟ This is the last daughter of Nefertiti. If you won't touch him, give me 15-18 باون. ايه ده؟ اوعي اللي هيطش بيها تجيله بالشوط. يلا يا حصلت الأجانب يا عارف هتم. شفتيني ولا ايه؟ لا مبسوطه بس ما كنتش متوقعه ان اشوفك يعني. اصل بصراحه وحشتيني قلت اجي بنفسي بقى عشان اعرف رايك في القصيده اللي كتبتها لك. اصل بصراحه تعبت فيها قوي وكتبتها لك بدم قلبي يعني. ايه ده؟ هي داليا ما رجعتها لكش ولا ايه؟ انت ما خدتيهاش؟ لا طبعا، وبعدين انا كنت باخد منك الحاجات دي على سبيل الزماله، لكن كل حاجه وليها حدود يا سيد. وبعدين انت لازم تخاف على سمعتي. انت مكبره الموضوع قوي كده ليه؟ هو انا كتبت لك كلام ابيح ولا حاجه؟ انت برده مش عايز تبطل هزار يا سيد. خلاص لما اكتب لك بعد كده حاجه اجيبها لك بنفسي، وبعدين غطي لنا كتفك ده والنبي. انت مش عايز تفهمني ليه بس يا سيد؟ خلاص تعالى وصلي. لا يا سيدي متشكره. تعالي بقى بطلي رخامه. لا مستحيل. ما تيجي بقى. لا برده مش هيجي. ها اكتب لك تاكسي. لا هدفع انا. طب تاكسي سالم يا اهلا يا اهلا بالشباب الامور. انما يعني معلش قبل ما نطلع قولي، هي السنيوره دي تبقى مراتك؟ لا طبعا. ضاربين ورقه عرفي ومسجلين على شريط كاسيت؟ ايه يا ست انت الكلام ده؟ مقري فتحتك متكلم عليكي غلط معاكي. هو تحقيق ولا ايه؟ ده مجرد زميل. خس كده بقى يبقى جنبك تشرف هنا جنبي يا مجرد زميل. انما انا يتهيألي شفت خلقه حضرتك دي قبل كده. لا ما اظنش. جايز الواحد ياما بيشوف اشكال ما يعلم بها الا ربنا. انما على فين العزم في صلاح سالم يا مجرد؟ على فكره انا مش رايحه صلاح سالم، السيده عائشه. انت مش قلتي لي انك ساكنه في مدينه نصر؟ اه بس اصل ما هو احنا قاعدين اليومين دول عند تيتا. سكتك على قفاك. وماله يا حبيبتي، ما هي السيده عائشه تمشي برضو صلاح سالم ومدينه نصر والزمالك لو عايز. عليها اقساط. سحنه حضرتك مش غريبه عليا، مش انت برضو تبقى ابن ام سيد اللي هي بتبيع شبت وفضل وبقدونس على نص حر السمكه اللي في المدخل شايف الوش؟ ايه ده بقى؟ وانت عرفت منين ان اسمك سيد؟ كل ذوق وكفاحه والله العظيم، وانا من نوعيه الناس اللي بحترم قوي 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 الناس المكافحه اللي زي حضرتك كده، وبنحني لها احتراما وبضعف قوي قدامها. ماشي انحني. انما مين هيدفع بقى البنديره؟ سعادتك ولا السنيوره؟ ما قلنا كل ذوق وكفاح. ماشي. بس والله يا بنتي انت نفسك حلوه قوي. صحيح كل فوله مفوسه ولها كيال معفن. ما بس بقى. بس بقى مش استنضف الاشكال اللي تمشي معاها، انت ماشيه معاها من ورا اهلك. ايه يا ست انت لو سمعتي الكلام اللي بتقوليه ده على فكره ما يصحش كده خالص، مش معقول كده. انا مالي، انا بس انصحك نصيحه عشان انت زي بنتي. اوعي تخليه يسقيكي حاجه من الازازه مش متبرشمه، الازازه لازم تبقى متبرشمه وتسمعي صوت طقطقتها بودنك، والا تصحى تلاقي نفسك خائفه من شيء ما. بقول لك ايه يا حاج والنبي ما تشغل لنا الكاسيت لحسن، احنا اتخانقنا على الاخر. بايظ والله، بس انا ممكن امنجهكوا يعني امنجهكوا. ها سيد جيت ابوسو اير ولوالي بوسو كل البنات بتبوسو وش معنى انا يا سيد ردوا وش معنى انا يا سيد سيد جيت ابوسو اير ولوالي ويشو كل البنات بتعيشو وش معنى سيد وش معنى سيد يا هو ده اللي حصل يا ماما. انا رضا ضمير، انا كده غلطان؟ هو كده غلطان؟ عايز اتكلم معاه من شويه. ما انتش غلطان، انما يا خبيتها انت فاكر ان عمك هيفوتها لك؟ اجي ده اهي، اترفدت كده من الجامعه ومن الشغل.
عايزه اتكلم معاه من شويه. هتقضيها سنكحه بقى على قفا امك؟ انت بتذل ابنك كده ليه؟ في ام في الدنيا تذل ابنها كده؟ يا ست اللي بيقول الام مدرسه، انت ما حصلتيش حضانه حتى. الصراصير بقت في كل حته، في البيت وفي القهوه، لا رش نافع ولا عجينه نافعه، شباشب بقى ولا ايه؟ والنبي ما في زي سيد. بس جه في وقت مش وقته يا ام سيد. متشكرين على الاضافه العميقه دي يا عم يوسف، بس انا غلطانه اني احترمتك، تصدق؟ عم يوسف وان منت لو سمحت، دلوقتي دي مشكله اهليه وبنحلها احنا الثلاثه كعيله واحده. بقول لك يا ام، تعبيني دور دومن على كل اللي صرفتيه عليا طول حياتك. لا اله الا الله. ولو كسبتك تصرفي تاني، تتخلفونا وتنسونا. ايه ده ايه الموسه اللي جايه علينا دي؟ جداليا دي يخرب بيتك يا بيت يا داليا، ايه القمر ده؟ يا سيد انا واقف جنبيك كيس جوافه يا اخي. يا داليا انت عملت نيو لوك ولا ايه؟ كان مستخبي فين ده كله؟ داليا طول عمرها زي القمر، بس هي اللي ملهاش في سكة البنات المايصة بتوع اليومين دول. امال ايه اللي جرى؟ قررت تنحرف ولا ايه؟ أعوذ بالله يا طنط، أصل كان عندي انترفيوز قناة فضائية، عايزين مذيعات تحت التمرين. أكيد طبعا هتنجحي، هما يطولوا يبقى في مذيعة زي القمر كده. هتصل بطولك يا ولد، هات له مية وسكر يا دوب. اشرب الشاي يا سيد. جرى ايه؟ ما تلم نفسك يا أبو راوية. مذيعة معدة أشيل شرايط، اللي يجي منها. مش عارف ليه حاسس إن أول مرة بشوفك. أصل في ناس كده ما يهمهاش إلا الشكل البرار. تعال جنبي يا توت، تعال جنبي يا حبيبتي. تعالي يا قمر. اسمعي دي، ما قلتليش يا رامي ايه اخبار البت اللي بتسرح معاها اليومين دول؟ جرى ايه يا قمر، انت جاي تهدي نفوس ولا ايه؟ دي عواطف مالكيش دعوه بيها. ما قلتليش ليه ان جيهان ما خدتش جواز؟ ما رضيتش ازعلك. عقبال ما تسترجل كده وتلاقي شغلانه عدله زي دالي. سيد ليه عندي شغلانه هيكسب من وراها دهب؟ هيسرح معاك بالعربيه؟ هيخرب بيتك. واسرح ليه وانا عندي عربيه؟ التاكسي ده لا انساه خالص، ما جيش في مخيلتك. ما تديله فرصه يا مسيد، جايز يفشل ان شاء الله. ان شاء الله يبقى يجي لك فشل في شنبك يا بعيد. يا ام ثقي فيا واتكلي على الله بجد، والله العظيم اشرفك. ما تبقى تنجح في امتحان السواقه الاول. ما انا عندي رخصه. لا رخصه ام سيد حاجه تانيه خالص. اركن يا ولد. بس بقى يا ام اركن يا ولد. اركن يا ولد. مش بمساجد بقى، العربيه دي ورثها ابا على دول. طب وحياه امك ما انت راكبها. يا ماما ما تكلمنيش، انا اصفر. حتى ساند عليك. قلتم يا ماما. قلتم على امك. قلتم اركن يا ولد. ماشي. اركن يا ولد. هات امي اكون سارقها وبيعها لك عشان تتسرد وتبقى عامله زيك. طب انا يخرب بيتك، داخلين على لجنه. داخلين على لجنه يخرب بيتك. ابني يا باشا ما بيعرفش يسوق وسرق العربيه وخطفني يا باشا. ما قلت لك يا سيد الليله دي مش هتجيب همها. معقول كده يا عم يوسف؟ يومين بحالهم ومحدش يعبرنا. وين اللي كنت فاهم الناس هتبقى عليك بالضرب؟ لا الكلام ده كان زمان، الحب ملوش مكان في الزمان ده. الحب كان على ايامنا احنا جيل الثمانينات، ياما ضيعنا فلوسنا على الحب والعشق والغرام. الله يرحمك يا راوية. صحيح على قبل مسألتك يا أبو راوية، هي راوية دي بنتك؟ بنتي؟ راوية دي قصة حبي الوحيدة، ماتت بعيد عنك في أزمة لوكيربي. عارفة المشكلة دي؟ الطيارة اللي وقعت في ليبيا حكاية كده يعني، ومن ساعتها اسمي مرتبط باسمها أبو راوية. أمال أنت اسمك إيه؟ أبو عزة. يا عم وحياة أبوك ما تاكلش دماغنا بقى يا عم. روى دي يا عم كانت نشاله واتفرمت وهي بتنط من الاتوبيس، خلينا في اللي احنا فيه بقى. ما انا قلت لكم يا سيد جوابات الحب دي موضه قديمه في زمن الانترنت والرسائل والتكاوي. لا يا داليا ما تقوليش كده، الحب عمره ما هيموت الا في حاله واحده بس، لو الانسان انقرض. انقرض؟ انقرض ايه؟ هو فار؟ انقرض يعني يا ابو روي. حلو قوي، احنا كده فاضل لنا كاميرا التلفزيون ونبقى في برنامج مسبير. عندك حق يا معلم، احنا لازم نعرف ايه اللي بياكل اليومين دول مع الشباب. اي حاجه بتاكل الا الكلام ده. أنا عايزك تسيبك بقى من الكلام العاطفي المزوق ده، إحنا لازم نوعي البنات ونرسيهم. النهاردة أي شاب بياخد البت بتاعته على الطريق الدائري ويسحب منها أعز ما تملك ويخلع. عندك حق يا أبو راوية، مفيش قصة حب تعمر دلوقتي، العيال عايزة تتجوز عرفي وخلاص. إحنا في زمن العرفي. إيه الكلام ده يا عم؟ يعني نجيب رزمة ورقة ونكتب عقد عرفي؟ لا، إحنا نفتح مخنا حبتين. أوعوا تطمعوا الشباب فيكم، اسألوني أنا. الشاب من دول تسيبي له يدك يمسكها، يلعب لك في شعرك مسجات وهق ومق، وبعدين يقول لك الله عليك وانت واقفه بين ايديا، وبعدين يقع على المحظور وتاخد استماره سته. اوعي اوعي تجري وراه، هو اللي يجري وراكي زي البوبي لغايه لما يتعب يروح لابوه يقول له يا بابا البت مؤدبه ملهاش تجارب، جوزها لي يا بابا بوس ايديك. اسالوني انا، انا قديم.
والقرعه دي مش من فراغ. اوعوا تطمعوا البنات فيكم، الصنف ده انا عارفه كويس. اجري في البنت تحبك، حب البنت تكرفك. البنت من دول تيجي تمسك ايديها ولا تبص تقول لك لا انت اول واحد يبوسني، والمشكله انك بتلاقيها بتعرف تبوس. طب منين؟ وبعدين تقع في المحظور وتقول لك اتجوزني، ويبقى كده يابا انت اتثبت. اوعى اوعى تجري وراها، خليها هي اللي تجري وراك زي المعزه الزرايبي لغايه لما نفسها يتقطع. ساعتها هتروح لابوها تقول يا بابا جوزهولي، ده مؤدب ملوش تجارب، صدقوني انا اسمعوا كلامي، القرعه دي مش من فراغ. طب بحكم خبرتك ممكن تقولي ازاي اشد البنت ليا؟ تنك وراها لغايه لما تحبك. تنك ايه بس؟ قصدي يعني تعمل اي حاجه عشان تلفت نظرها وعشان تخليها تحبك. يعني اقف تحت البلكونه اغني لها في اغاني والدنيا تمطر عليا؟ ايوه يا اخويا، لو لازم الامر تعمل كده هتعتبرها منك حركه جريئه من شاب جريء. وبعدين اللي بيحب لازم يضحي عشان حبيبته. ما انت لسه قايل دلوقتي لازم نكرفه. وانا مش قايل محدش يقطعه. وبعدين انت كشف ولا استشاره يا مشمش؟ يا عيني يا ليلي يا ليلي. الله يا سيدي. ايه رايك في صوتي؟ بس بيتها اهو. بيت مين؟ نعرف بيتها يا عم. طب ما تنادم عليها. نادم؟ ايوه نادم عليها يعني. تصدق انا نادم ان انا عرفتك اساسا. نادم؟ طيب قولها ايه بس؟ ما تيجي يا سيد اقلب الخواجه ده ولعبك دور امريكان اجيب دغك فيه. حتى ابوك مش فايلك؟ طبعا، ما انا لو مزه واسمي داليا وشعري زي الحرير ووشي زي القمر وجسمي رياضي يعني ممشوك الكوام كان زمانك اتكحرطت وقمت لعبتني. ما احنا في زمن الموزه زيابا. بقول لك يا ابو راوي، لو جبت سيره داليا بالطريقه دي احتمال نكسر بعض. الله 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 الله، ده حب حقيقي بقى وفي الظلام. يا عم قلت لك صداقه بريئه. بريئه مسرقه تبقى متهمه. يا سيد سيد، ازيك؟ ازيك يا بابا؟ سيد سوري ما لقيتش اي دوكيومنتس ممكن تفيدك. عايز اقول لك تكير بابي ممكن يعمل شر جامد عليه. ربنا اقوى منه وقادر. انا اسف، اسف ان انا ورطتك معايا في حاجات كتير. سيد انا بفضلك. ستوب يا خواجه، العشره از فينيش. ماي لاف از هير. انت مشهور ان انا لو في ايدي اعمل لك حاجه مش هتاخر. مون امور ماي سويت هارت ماي بريف هارت، منوره الخرابه. الخرابه منوره باهلها. تضربي معايا واحد كابتشينو؟ يا ريت واحد شاي بربري في الخمسين احسن. بربري؟ امال ايه باربي دي؟ نجري قدامي. وحش. فيلينجز. Feelings again, my heart. Your voice is good. Thank you, Barbie. Barbie, أنا عايز أقولك إنك منية القلب. Barbie, أنا ما بشوفك بيحصل لي انتفاخ في مشاعري. حرقان في عواطفي، تنميل في صوابع ايديا ورجليا. يكونش ده الحب؟ شور بيبي شور. لا ما تقوليليش بيبي، بتفكريني بمامي الله يرحمها، كانت دايما بتقولي كده وانا نازل رايح البيبي كيدز. اكيد كانت ست عظيمه. اه ست عظيمه قوي. باربي انا حاسس باضطراب في مشاعري، خايف يطلع مني رد فعل انت تفهميه غلط. باربي انا عايز ها عايز انت زيها بقوه. عايز 240 جنيه بتوع قسط تلفزيون لغايه اخر الشهر. ورجعنا لكم مشاهدينا بعد فاصل قصير، ولسه بنكمل معاكم حلقتنا على الهواء مباشره من برنامجكم نماذج مشرفه. طبعا يسعدنا ان يكون معانا النهارده رجل الاعمال المشهور استاذ صلاح الجمال. استاذ صلاح، عايزين نعرف من حضرتك وكل الجمهور عايز يعرف ايه اخر مشاريعك الوطنيه. بعدين لو سمحت عايزين نسالك. اوكي احنا بصراحه كنا مخصصين الاسئله في نهايه الحلقه، بس يظهر واضح ان الجمهور مش قادر يصبر عشان يسال حضرتك. من عينيا الاثنين. كان في حد هنا عايز يسال حضرتك، اتفضل.
في البدايه انا برحب بالاستاذ صلاح بيك جمال، وعايز اقول ان طبعا الحمد لله يعني ان مصر مليانه برجال الاعمال الشرفاء اللي بيخافوا على سمعه بلدهم واولادهم، وموفر لنا فرص العمل ما شاء الله يعني. وطبعا الاستاذ صلاح مش منهم خالص. وده ايه اللي جابه هنا؟ ده حاقد ومهرد، اوقفوا الزفت التصوير. فندم ايه ده يا فندم؟ ما ينفعش كده، احنا لسه على الهوا وفاضل 7 دقايق على الفصل التاني. سعادتك انا مش هتكلم عن نفسي، انا هسيب واحد من ضحايا صلاح بيه هو اللي اتكلم. اتفضل. ومين ده الاخر ابو شعر تلك موسى ده؟ معلش يا فندم اهدى، ده رايه وفي الاخر طبعا ليك حق الرد. اتفضل يا ابو راوي اقول كلمتك. اصرخ ولم الناس، افتح لنا الكراس. اقول ايه بس يا الم؟ اللي انا هقوله ده لا يتقال ولا يتحكي. اللي حصل كان شيء فظيع فظيع فظيع. الراجل ده استغل سذاجتي واحتياجي للمال علشان اصرف على ابويا الميت واخواتي المفقودين. كنت بشتغل سكرتير في مكتبه وانا بأدي عملي بمنتهى الهمة والنشاط. رمى فايل على الارض وقال لي انزل هاته. رفضت، قلت له لا يا باشا، احنا فقراء بس ما حالتناش الا شرفنا. بيقول ايه الولد ده؟ في ايه؟ ايه هتنكر؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيك. انا بسببك اتأذيت جامد. انا بروح لدكتور نفساني في رود الفرج بس هو دلوقتي قافل العياده عشان نقلوا السوق ودوا العبور. خلينا في الموضوع، ركز معايا. تقدر تقول لي الفايل اللي رماه صلاح بيه كان لونه ايه؟ اخضر جنزاري. فاكره زي ما انا فاكر كل حاجه حصلت في اليوم ده. استغفر الله العظيم. الاضاءه النيون، دخان السيجار اللي خنق فيا البراءه، صوابعه وهي بتتمد عشان تفتح زرار قميصي للشمس وللحياه. رخص يا كلب وقفوا المنزله دي فورا. كنت فاكر ان جريمتك هيمحيها الزمن؟ لا يا صلاح بيه، لا ده بعدك. انا بقول لكل شاب في مصر اللي حصل لي ده ممكن يحصل لكم لو سكتوا. انا فضحت نفسي عشان الحقيقه تعيش. يا اخوانا انا طالب تحليل دي ان ايه عشان الحقيقه تبان. جيبوا العيال السباق. معايا ديو بي اي بي. اتفضلوا. كريم ابن عمتي يعني ابن اخت ابويا. هاي تعالى. مين دول؟ دول ميرفت وصباح، قسم وثائق ومكتبات وقسم تاريخ، الاثنين اداب. لا ما هو باين. انا مالي؟ ايه يا كريم في ايه؟ انا لغيتها في السكه وانا جاي لفقت معايا، قلت اجيبها على هنا. ايه الاستجوابات دي كلها؟ احنا هنتعين. لا يا سكر، خدوا راحتكم على الاخر. البيت بيتكم وان شاء الله ليله هتبقى زي العسل. ثانية واحدة. ايه في ايه؟ تاخدهم وتمشي من هنا فورا. ليه؟ مش انت قلت لي اعمل كده؟ انا بعمل بنصيحتك. انا قلت لك تتعرف على بنت لطيفه، مش تجيب لي نفسك تهمه وتجيب لي معاك. يا عم احنا هنقضي ليله طريه مع بعض ما فيهاش حاجه، ما انت عارف تيتا كبسه على نفسي وشال حركتي، وبعدين انت مش قلت لي ان جيجي مسافره؟ جيجي مسافره؟ قلب الشقه جرسونيره. يا عم لا جرسونيره ولا حاجه، عندك ايه في الثلاجه؟ بص انا جايب معايا نص كيلو تفاح على خوخ، وهخش افتح 4 اكسبورت مشبرين، وهنقضي ليله ملهاش ملامح يا معلم. ما تشغلني مزيكا كده ولا غنوه حلوه. نعم؟
عارف كمان ان انا سبب الكارثه دي. بس والله يا كريم ما كانش قصدي، انا يعني كنت هعرف منين ان جيجي راجعه بدري عن ميعادها. كريم احنا لازم ننسى الموضوع ده خالص، وبعدين انا شايف ان الحكايه كلها على بعضها مش مستاهله. مش مستاهله؟ مش قصدي يا كريم، استنى بس يا كريم، قصدي يعني ان الموضوع خلاص خد وقته، وبعدين جيجي اعصابها كانت تعبانه شويه يعني ما فيهاش حاجه، ده حقها. بس برضه ما كانش لازم تصمم على الطلاق، مع ان ده حقها برضه. الله، بص انا هروح وافهمها على كل حاجه. ما انت رحت لها ولا سمعتك ولا سمعتني. زمانها هديت، انا هروح واقول لها ان انت مالكش ذنب في الموضوع ده خالص، وانا اللي ورطتك فيه. يا ترى فنانتنا الحلوه بترسم ايه؟ ايه ده انت بتعمل ايه؟ اتفضل اطلع بره. جيجي اديني فرصه اشرح لك حاجه. انا مش عايزه اسمع حاجه، انا عايزه افهمك حاجه. تفهمني ايه؟ قد ايه كنتوا بتقضوا وقت لطيف مع بعض؟ قد ايه كان بيتي مكان رائع لمقابلتكوا؟ اتفضل اطلع بره. جيجي انا ماليش دعوه، هو اللي جاب البنات. اطلع بره. قال لي جايين ياخدوا كورس وجريني معاه الى احضان الرذيله. اطلع بره. وبعدين بقى هو اللي ذوقه وحش شويه، ما قلت له يا كريم حسن ذوقك ومستواك شويه. اطلع بره. انت تافه، عايز ايه؟ مش كفايه اللي حصل؟ بس موقف في حالها بقى. مفيش حاجه يا طنط، احنا جايين نهدي النفوس. يا راحت فين؟ بقول لك ايه، بنتي لا عايزه تشوف حد ولا تسمع حد، وكفايه بقى اللي حصل، وتفضل امشي من هنا. يا طنط اديني فرصه اشرح لك بقى. عارف لو ما مشيتش دلوقتي انا هطلب لك البوليس، وهقول انك جاي تتهجم عليا انا وبنتي. هي حصلت البوليس؟ يعني مفيش فايده؟ بقى ماشي، احنا بينا وبين بعض المحاكم. انجز. اهدى شويه يا عم ابراهيم. سمارت بوي. وبعدين بقى امها دي باين عليها خرابه بيوت. حماتها اللي خربت بيوت؟ اه، بدل ما تلم الموضوع وتخاف على بنتها، عايزه تفتح الدنيا، وقالت لي لو ما مشيتش هبلغ البوليس. بوليسي؟ اه، عايزه تجيب لي البوليس. وقالت لي هقول البوليس انك عايز تتحرش بيا وببنتي. اسمع بقى، الرجاله مش هيحلوا الموضوع ده، احنا محتاجين واحده ست. ست؟ ست ازاي يعني؟ الستات دايما بيأثروا على بعض. احنا محتاجين واحده تروح تقول لها كلمتين كده: يا بنتي الست ملهاش الا بيت جوزها، ده احنا ولاي، احنا من غيرهم ما نسواش حاجه، ولا ننحرف ونمشي ماشي بطال. كلمتين كده يعني. ها قلت ايه؟ ومين دي بقى اللي هتقول لها الكلام ده؟ تيتا. تيتا مين؟ تيتا تفيده، احنا عندنا كام تيتا. طب انا عليك عايز تغرقني. هي مين دي اللي اروح لها يا واد؟ جيجي يا تيتا، جيجي عايزينك تروحي تكلميها كلمتين حلوين كده ياثروا عليها عشان ترجع لكريم. كريم مين؟ نهار اسود عليا. كريم. طب يا اخويا هو حد يعني غضبها ولا مشاها ولا دسلها على طرف؟ سابت البيت بالسلامه بقى. انت لحقتي تنسي؟ مش انا قلت لك انها سابتني، فكرت ان اعرف واحده غيرها. يوه، هو انت اجرمت يعني علشان عرفت عليها واحده تانية؟ ما كل الرجاله كده. ابوك عرف على امك، وجدك الله يرحمه عرف علي انا بالاثنين والثلاثه في وقت واحد، وفي الاخر بيرجع لبيته ومراته. الست الشاطره ما تخربش بيتها بايدها، تصبر وتستحمل، وهي الاخر اللي هتفوز. وعلى راي المثل، ناسيه اولتها وناسيه اخرتها. خلاص يا عم، اولتها واخرتها هتفوز بالجنه ونعيمها. يلا يا عم، يلا بشورتك المهببه دي. انا اسف ان انا جبتك هنا. استنى يا كريم، استنى حبيبي، استنى، انا ما جبتلكش حاجه. خد اشتري ارواح يا حبيبي. ارواح بومبوني. خد يا حبيبي 100 ثلاثة هم. وانا تيتا؟ لا، ما هو مع اخوك بقى، هو يجيبي. يا نهار اسود، ده الملك فاروق. ايه رايك في صفي بنت خالتي؟ رومانسية وناعمة، وبعدين ممكن تخش لها من سكة المشاعر والأحاسيس. والله فكرة. عايز مني ايه يا سافل يا دود؟ 5 سنين بلم فضايحك وانت مفيش فايدة فيك، الخيانة في دمك. أنا اترفع عليها قضية تدخل أروح المحكمة. اوعى تبقى ما دام مش عايز تطلع. مش هطلع واقعد في الأرض. وأنا مش عايش معاك، والخلع أكسبه، أخلعك أنا أخلعك. اوعي بدل مخلوعك. اخلعك إيه؟ أنا أوعي ماشي يا صفيه ماشي. ده حصلت لي الكلب ما يتقلش ابدا. ايه ده؟ انت عايز مني انت كمان؟ nothing at all. انا بس كنت بشكر عايزين محامي عشان موضوع الخلع. عندي المحاميه بتاعتي. طبعا انت يا طنط مخلوعه من 40 سنه. انا مخلوعه
السلام، مبسوط قوي. عيلة امك دي طول عمرها غاوية فضايح. بقولك ايه، ما تعبش في عيلة امك. خلاص يا عم، عايش في عيلة انا. لو كانت الغالية امي عايشة الله يرحمها، ولا خالتك فوزية الله يرحمها، ولا خالتك شكرية الله يرحمها، وعمتك نبوية الله يرحمها. طب ايه رأيك في هبة الله يرحمها؟ ايه هبة؟ هبة صاحبة جيش؟ لا لا، بقولك ايه، كل اللي هبة دي بتنصر حقوق المرأة وهتقلب عليها تبوظ الدنيا. بالعكس، ده انت هتروح لها منكسر حزين مهموم، هتقوم هي بقى مساعداك من باب التنطيط على الرجال. مش عايزها انا دي يا عم، دي شماسة العربية بتاعتي. انا جاي اعمل شوبينج. يعني عاجبك الورطة اللي انا فيها دي؟ وانا مال؟ مش شرطك؟ انا قلت لك خليها تساعدك مش تجيبها عندك البيت. ما قلتلكش انه نوع؟ قالت لي للاطفال. ما هو في 100 نوع للاطفال. خد ادي دول العيال، قول لهم هديه من عمكم. بجد انا اسفه جدا 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 يا كريم، مش عارفه ازاي ده حصل. هو خطيبك ده بيشتغل ايه؟ ظابط؟ لا والله، ده مذيع زميلي بس في النشره الجويه. المهم اتصالحته؟ انا مستحيل، ازاي اتصالح على واحد هملي ومتوحش زي ده؟ ده انا مش فاهمه ازاي يفكر بالطريقه دي. وبعدين ده واحد تاني خالص غير اشرف اللي انا اتخطبت له. يا شيخ؟ اه والله، بس يلا الحمد لله ان هو بان على حقيقته من اولها. مش هما برضو يا مها بيعملوا فتره الخطوبه عشان التعارف وكده؟ اديني اتعرفت وشفت. ايه يا بنتي الجنان ده؟ اشرف بيجين عليك يعني بيحبك، بيحبها؟ انا مش فاهمه انت ازاي مش قادره تفهمي حاجه زي دي. مش كده يا كريم؟ خلينا في المهم يا كيما، دي لسه بتوجعك؟ موت موت. مين؟ السلام عليكم. السلام. انت كريم الصغير صح؟ صح. طب فين عم كريم الكبير؟ صباح الخير. صباح النور. ماجد ابن عمتي. مها دينا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ايه يا ابني ما تيجي تقعد؟ يا نهار اسود، مين الجبان اللي عمل في وشك كده؟ على اذنك اعمل شاي. اهلا وسهلا نورت. استني يا مها، انا جايه اساعدك. اهلا بيكي. بقول ايه؟ يا ريت لو سمحتي شاي بلبن، او كلنا شاي بلبن عشان نضرب بيتي فور مع بعض. انا جايب بيتي فور. ها؟ حاضر، من عينيا الاثنين. تسلم عليك. صباح الفل. سكر زياده سكر. هم دول جامدين قوي. ايه ده، انت بتفطر قطن ولا ايه؟ كمادات كمادات عندك؟ كمادات. بقول لك يا كريم، قول لهم على الحكايه بقى واخلص. قول لهم انك جايبهم هنا مخصوص عشان يصلحوك على مراتك. زمان الاستاذ معتز نازل تسبيل في الست جيجي، وانت هنا عمال يتواجب معاك. حاسب. طب انا ماشي بقى. فين؟ انا مستأذن من البنك ساعتين وراجع تاني. طب مرسي يا عبد الفقر. لا ده مش ليك، انا هفطر بيه انا وصحابي في البنك. لا 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 لا، انت ماشي ولا ايه؟ طب مش شايف؟ معلش، اصل سايب البنك لوحده وانتوا عارفين دي فلوس ناس. باي باي. مع الف سلامه. انس وشرف. عامل ايه دلوقتي؟ سلامتك يا كيمو. انا فعلا محتاج لكم بجد، ممكن تساعدوني؟ طبعا اكيد. انا عاوزكم تروحوا لجيجي، قولوا لها عن سوء التفاهم اللي بينهم. تخيل، ما كنتش اعرف ان البنات دي جدعه قوي كده بصراحه. بقى عملوا اللي عليهم وزياده. وماله يا عم، ما يعملوا تاني ويحاولوا تاني. يا لهوي ياما صاروخ. يا مدام زلط، عيب كده، انت لسه واكل. الله، اسمه زلط؟ الله، ده اسم رومانسي قوي. على فكره هو لسه واكل. ياكل يا فندم بالهنا والشفا، ده انا شاري السندوتش ده مخصوص عشانه. سوري. نو بروبلم. صافي. كريم الحسين. هلا رفعت. الله، حادثه. اخبارك ايه؟ خلفت؟ طلقت. ايه ده؟ بصرة وانا كمان. المهم انت اخبار شغلك ايه؟ مش
مش كنت بتشتغلي في شركة كوزماتكس؟ دي اللي بتعمل اكل الكلاب اللي في العاشر من رمضان. لا، بتاعت مكياج، سبتها من زمان ودلوقتي فاتحة بيوتي سنتر. كارت. Thank you. بالنسبة لي ممكن كارت، ممكن واحد تاني. ليه؟ عشان لو حبيت اروح البيوتي مرتين يعني. على فكرة ده للسيدات فقط. والله؟ خلاص هبقى اجيب تيتا وناخد فكرة برضو. تحبوا تيجوا معايا؟ ده قريب قوي من هنا. انا كنت بس بمشي زلط شوية وراجعين على طول. والله فكرة برضو، يعني نتمشى مع بعض كلنا يعني، ومعانا الاستاذ زلط برضو مفيهاش حاجة يعني. يلا 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 بينا. يعني مشروع كده على قد جونجو، كل ده عملتيه بعد التخرج؟ اكيد معاكي شركة. ولا شريك، ده ملكي لوحدي. ازاي بس يعني مشروع زي ده عايزه على الاقل 3 او 4 رجال اعمال؟ انا جربت الرجاله في كل حاجه، جواز، بزنس، ما بينفعوش، قلتهم احسن. اتفضلوا. هنا عاملاه مكياج وكونسلر. امال الجيم فين؟ الجيم والجاكوزي فوق. ازيك يا عايزه؟ طب بالنسبه للمشايز؟ فوق برضو؟ مساج. مشاز. مساج. مشاز. ايه رأيك؟ هايل هايل هايل. فيري ستايلش. مالك؟ فرحان في ايه؟ جيجي، هو في غيرها؟ مش مفيش مين؟ كبر. لطيف قوي الجهاز ده. بس هو بيحبها قوي ومرتبط بيها جدا، حتى وسط 2 صحابه من ايام الجامعه عشان يصفوها، مها ودينا. مها شكري ودينا مندور. كام يا ولد؟ شيش جوار يا تيتا. العب يا ولد. كام يا ولد؟ وبعدين بقى في العشرة اللي بقى لها اسبوع دي. رايح فين يا ولد؟ الباب بيخبط، مش سامعه؟ ده بيهبط. كريم ليه؟ ايه اللي جاي؟ ازيك يا تيتا؟ كريم فهمني، فيه انت بتعمل ايه؟ ايه ده، في حاجه في هدومي؟ ايه ده، انا رايح اصيف ولا ايه؟ تحتيجي تقعد عندي يومين، تخلصني بقى من الاحتلال اللي انت وقعتني فيه. طيب ما هقعد يومين عندك اهو، في قمصان وبنطلونات جينز وتيشيرتات. هم دول اللي هيطفشوهم. طفشوهم؟ طب وهذا؟ تلاش، انا هظبطك. لا ما تدورش، هم بوكسرين وسليب غير اللي انا لابسه. انت هتسيب البيت وتطفش؟ اسيب البيت اروح فين بس يا تيتا؟ ده انت قدري. امال ايه؟ ما تكلموا يا كريم، بعد العشرة الطويلة اللي بيننا دي هتسيبني؟ عشرة ايه يا تيتا؟ هو انت مراتي؟ انا امال رايح فين؟ رايح كشك. كشك؟ انت اتجوزت؟ خد عندك بقى. بس انت مش فاهمة حضرتك، انت بتعمل ايه فويس؟ يا تيتا طالع سفرية تبع الشغل. شغل؟ ايه سارة؟ ايه؟ يا حبيبتي. لا ميرسي قوي ان انت خدتي مكاني النهاردة في الشركة. لا عندي موضوع مهم قوي احكي لك عليه بعدين. لا 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 خلاص بس. عيب اشتغل. ازيك يا حبيبي؟ عمو كريم فين؟ بس ده اوعى، ده انت عيل نكد. مين ده؟ ازيك يا حبيبي؟ عامل ايه؟ اتفضل حبيبي. بس يا عم بس يا بابا اتفضل. كريم ده؟ كريم مها. حبيب قلبي. تعال يا حبيبي. ايه الشنطه دي يا حبيبي؟ انا اصل المواسير ضربت عندي وغرقت الدنيا تاني. وقعد بقى انا غرقان في الميه بقالي يومين، واخد بالك؟ فقلت لهم هتصلح في قد ايه؟ دي قال لك اسبوع او 10 ايام. قلت اجي اقعد عندك هنا الاسبوع او 10 ايام دول. يا سيدي اسبوع، شهر، سنه، البيت بيتك. الله يخليك. ايه 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 مر رقبتك؟ لا مش قصدي، ما تطلع تريح كده بقى فوق. فين؟ اطلع رايح في اوضتي بقى، عشان الاوضه اللي انت متعود تبات فيها قاعده فيها ما معلش. يلا مفيش مشكله. بس عليك الصراحه. يو معلش بقى من خالي، ومعلش ما بتقولوش غير يعني، كل شهر بتحصل.
امال انت لسه قفشه من الرجاله؟ على فكره انا نفسي اعمل معاكي مشروع كبير قوي، يبقى مشروع العمر كله. العمر كله؟ هو لسه فيه في العمر عشان يبيع؟ ما تبقيش متشائمه كده، جربيني بس، يعني اديني فرصه، انا عايز فرصه. بص انا عايز اقولك على حاجه. اتفضل. اوعى تكون فاكر ان انا سعيده بالوحده اللي انا عايشه فيها دي، لكن الوحده دي اهون الف مره من انك تعيش مع بني ادم ولا بيحبك ولا حاسس بيك. انا غيرهم، انا حته صلايا طريه تقدري تشكليها زي ما انت عايزه. ايه عجبك البرفيوم بتاعي؟ ريحه الخروف اللي بيتشوي مجننه امي. ايه انتوا ناويين تبلونا بعيال تاني؟ عقبالنا انشراح، نفسي في حته عيل مزقلط كده يزقلط علينا الشقه. احنا بقالنا سنه ومفيش اي حاجه. لا لا اتلم لحد من العيال يدخل عينا ولا حاجه. اتلم؟ ما انا من يوم ما اتجوزنا وانا ملمومه انشراح. هانت يا حبيبي كلها كام قسط ونستلم الشقه وتبقى فله. مش قادر مش قادر. يلا قبل انشراع عشان نروح المدرسة. يلا يلا بسرعة يلا يلا. بايا متولي بسرعة. هتنزلي من غير فطار يا بنتي على لحظة بطنك؟ معلش يا ماما ما عنديش وقت. يا أبلة أبلة انشراع. أيوة يا متولي. استني شوية مسكي دول. ايه دول؟ واحد لسان وواحد مرتد. هفضل لسان ومرتعه الصبح يا متولي؟ ده انت مدرسه العاب وبتشقي طول النهار. اقعدي مع نفسك كده في الفسحه وعدي فيهم. معلش انا ما حطيتلكيش ترشي، ما عندناش، بستلفي ترشي من واحده من صاحباتك. خد يا متولي انا هطلع على النقابه وبعدين اروح على المدرسه. ليه في ايه؟ هقدم شكوى في نقيب المعلم. وانا اشتكي لمين يا انشراح؟ استني بس هقولك. انا خدت مفتاح شقه واحد صاحبي، هي شقه مفروشه، تخلصي حصصك وتجيني على العربيه ونطلع على هناك. تاخد مراتك شقه مفروشة يا متولي؟ مش احسن ما اخد حد غريب يا انشراح؟ متولي بس متولي. هو مر عم صلاح. تعالى. اقعد. دقيقة واحدة. أنا راضي ذمتك، طول عمرك طباخ بريمو 10/10 وكفاءة. أنا ما بقولش كده عشان أنت جوز بنت أختي. في يا عم صلاح وقعت قلبي؟ دوق وسمعني. تحب تسمع إيه؟ أسمع إيه؟ بقول لك دوق. أعوذ بالله. أنا طبخت كتير وقليل، عمري ما دقت النوع ده. الهانم بتستقرضني وبتقول إن دي خبيزة، بذمتك دي خبيزة؟ خبيزتي إيه؟ ده برسيم بالدمعة. حكمت يا شيف، ولما الهانم تطبخ لجوزها على الفطار برسيم، يبقى إيه؟ يبقى حمار. تقصد إيه يا متولي؟ مش معقول كده يا عم صلاح، مفيش حد أبداً يقوم من النوم الصبح يفطر طبيخ. أنا حر، حد شريكي؟ بص بقى انا هعمل لك النهارده طاجن كوارع من اللي وصى عليه لقمان، على الاقل يرم لك الكام عظمه اللي طالعين منك دول. بجد يا ميتو؟ بس انا ليا طلب واحد عندك يا عم صلاح. امرني. تديني الاوضه ساعه اخد راحتي فيها انا وانشراح. تفهمني غلط يا ميتو. غلط ايه؟ دي مراتي. يبقى تدفع ارضيه واحنا بنلعب قمار. يا صلاح ايه ده مالك فيه؟ سيبني دلوقتي، سيبني دلوقتي يا ميتو، سيبني دلوقتي. متولي يا ام ابراهيم، خطة المحشي يا اخويا بتبوظ مني، اعمل لها ايه بس؟ سلقت الكروم؟ سلقته وقطعته. حطيتي ورق اللوري وجوز الطيب؟ كل اللي قلت لي عملته، وبرده بتفك وتسيب مني. يبقى العيب مش في الخلطه، العيب فيك انت. انشافي على المحشي شويه وانت بتحشيه. ها اتعلمه بقى. يا سي متولي يا سي متولي.
يا ام سعيد. الملوخيه يا اخويا بتزق في الحله. ما هي لازم تسقط بيدك في الحله. شقتلها؟ والنبي شقتلها. سمعيني شقيتك كده؟ خرب بيتك دي شقه مفروشه. بس بتولي. عايزه ايه انت كمان؟ في ايه؟ ده ايه الحاره اللي ما راهاش غير الاكل دي؟ بخيه بخيه. ايه اللي اخرك كده؟ بتوع الحي جم وكانوا هيشدوا العربيه. وعملت ايه معاهم؟ طاجن الحي كان جاهز اديته لهم، بس هيعدوا عليك النهارده بالليل. وبالنسبه لطاجن التامين الصحي؟ اه، ما هو الراجل جه وسال على الشهاده الصحيه. واديت له الشهاده؟ لا، اديت له الطاجن. ولا بصله، في طاجن ناقص. فين طاجن البلديه؟ طاجن البلديه اديته لبتوع الكهرباء. الظاهر ان في حد نشك شكوى علشان الكهرباء اللي عمالين نسرقها من العمود دي. سيح بقى، سيح وعلي صوتك عشان كهربك دلوقتي. هنعمل ايه مع بتوع البلديه؟ انا جهزت لهم طاجن عكاوي. حاكم بقى البلديه دول بيموتوا في العكاوي. انت هتقول لي؟ طب وبالنسبه بقى للكهرباء اللي عمالين نسرق فيها دي، ايه يعني؟ اسكت بقى. اله يا رب يطعمك ما يحرمك مني. عم شحاته، عم شحاته، اسكت بقى. ايه؟ ابوس ايدك. بقالك اربع سنين كل يوم تيجي هنا تدعي لي وتاخد اللي فيه القسمه. انت تخلع من هنا ويحصل لي حاجات مظريفه من هنا. طب ايه رايك ادعي عليك المره دي؟ يمكن يحصل لك حاجات ظريفه. يا عم لا تدعي عليا ولا تدعي لي بقى. بصله. نعم. طاجن الباميه اللي فات من الزبون بتاع امبارح. باميه. اله يا رب يجعل في حنكك سكره وفي وشك جوهره. قادر يا كريم. عم شحاته، ربنا يعطيك ويعطيك يا رب يا كريم. البلديه يا عم متولي. البلديه اهو. البلديه يا عم شحاته، بركاتك. يلا يا ابني انت وهو شيل الحاجات دي ورميها في العربيه بسرعه. يلا يا باشا. باشا صباح الفل. ايه داخل علينا كبس الهيد الطاجن على النار؟ ولا نعم طاجن البلديه يخرب بيت استباحتك. خلاص خلاص، رجع كل حاجه مكانها ورصوها كويس. سلام يا متولي. مع الف سلامه سعاده الباشا. فين يا ابني الطاجن؟ العكاوي يا باشا. بتلو 100 100. يلا سلام يا متولي. ألف سلام. اركب يا ابني. يلا دور. اطلع. ازيك يا متولي؟ الله يسلم سعادتك. ايه مالك؟ لا مفيش حاجة سعادتك. العيش ده خبزينه هنا؟ اه، والنعمة الشريفة يا ريس. دقيق نمرة واحد، قمح أمريكاني، خميرة طلياني. أنا عايز آكل عيش من اللي كل الناس بتاكله. بعد الشر عليك يا ريس. بكرة جيب لي عيش من فرن بلدي. عيش من المدعم. عيش يا باشا، عيش يا باشا. وجايب عيش معاك ليه؟ اصل انا ما باجي مروح بالليل يا باشا بلاقي الفرن قافل، فقلت اجيب كام رغيف عشان انا والمدام يعني. طيب اتفضل. مساء الخير يا متولي. مساء الخير يا ريس. جبت العيش؟ ايوه يا فندم، بس انا اسف الدنيا كانت زحمه والكوبري كان واقف وقفه غريبه. ما انا جاي من مجلس الصبح، الكوبري كان فاضي. ما سعادتك احنا اللي كنا واقفين تحت الكوبري. هنعمل ايه بس يا متولي؟ كباري وطرق وانفاق وعملنا، بنحاول نحل المشاكل بكل وسيله. ايه ده؟ زلط. زلط صغير يا فندم، ما يعملش اي حاجه. وبعدين انا سمعت انه بيساعد في عمليه الهضم. معقول ده يا ابني؟ بس الامانه يا فندم، الرغيف بشلن وفي متناول المواطن العادي. هي عزومه مفاجاه بس غريبه. اتفضل. في الحقيقه انا حبيت نتغدى مع بعض النهارده، ويكون لقائي معاك ولقاء ودي بدون اي رسميات عشان يبقى عيش وملح برضه. دايما عامر يا ريس.
نازل لحضراتكم ده عيش بلدي مدعم جاي من فرن في مصر القديمة. الفول ده من عربية في السيدة من عند واحد اسمه ايه متولي حنفي لا مؤاخذة. احنا لازم ناكل من اللي شعبنا بياكله. جايز لو في الاكل اشياء غريبة بس زي الشعب ما بيستحملنا وبيحبنا وبيبلع لنا الزلط، احنا كمان لازم نحبه ونبلع له الزلط. انا عايز الاكل ده يتمسح فورا. تفضلوا. ولا ولا طاق بالنسبه لنا. بالنسبه لك انت تقريبا نسيتها في البيت يا باشا. نسيتها في البيت؟ طب تعالى لي انزل يا انت بتشتغل يالا. نعم قول حاحة. أنا يا باشا؟ أمال أمي؟ خد يا ابني على البوكس. أنا عايز أعرف أنا عملت إيه بس يا باشا؟ مشتبه فيك يا أخي. لو كده ماشي عادي. معقولة يا متولي؟ أنا؟ طب ليه ما كلمتنيش؟ اقعد. ليه ما اتصلتش بيها يا متولي؟ هو أنا لحقت يا كريم باشا؟ إيه اللي حصل له الواد ده؟ اتمسك يا سيدي إمبارح بالليل تحري كان راكب ميكروباص. ما هو شكله وش سجون. مسكوك ليه يالا؟ كنت ناسي البطاقة في البيت يا باشا. تستاهل. اوعى تجيب سيرة لسيادة الرئيس عن اللي حصل لك في القسم. أنا بقول لك أهو مش عايزين نزعله على الصبح. قول له إنك دخلت في باب، وقعت على وشك، أي حاجة. حاضر يا باشا. روح يا متولي شوف شغلك. ليه بقى حازم بيه ما نقولش للرئيس على كل اللي حصل؟ الحاجات الصغيرة اللي زي دي مش لازم نشغل بيها سيادة الرئيس يا كريم. ما هي دي لا يمكن تكون واقعة. مين اللي ضربك يا متولي؟ رئيس انا مسكوني تحري يا رئيس اشتبهوا في ايه؟ احكي اللي حصل بالظبط. اول ما مسكوني
ركبوني البوكس مكيف. وبعدين وصلنا هناك قدموا لنا سعادتك مشروب الضيافة، عصير فراولة حلو يعني. وبعدين ندوا لكل واحد مننا فوطة سخنة طلع ريحة كده، بس ريحة حلوة. وسمعوك مزيكا في الاسم مش كده؟ مزيكا كده حلوة قوي يعني. انت كذاب وتستاهل كل اللي يجرالك. ما هم قالوا لي ما تتكلمش يا ريس، قالوا لي ما تتكلمش. الصور ده متولي وراء شعب عظيم قوي، حضارة وتاريخ. 75 مليون أنا مسؤول عنهم كلهم، مسؤول عن أمنهم، عن أكلهم وشربهم، عن ثقافتهم وسعادتهم. ربنا يكون في عون سعادتك يا ريس. نفسي كل واحد من الشعب يحط نفسه مكاني. خل نفسك متولي بقيت رئيس جمهورية لمدة دقيقة مثلا، تعمل ايه؟ أنا رئيس؟ أنا رئيس جمهورية يعني؟ أنا شوف سعادتك، أنا أول حاجة هعملها إن شاء الله. مدة خلصت يا متولي. هو أنا لحقت يا رئيس؟ بس إيه رأي سعادتك فيا وأنا رئيس جمهورية؟ لابد أن تكون الحقائق واضحة وصريحة كي نصل معا إلى حل جذري للعديد من المشكلات. لابد أن تعلم الحكومة أن هناك مشكلات كثيرة لم تحل بعد، ولكن المشكلة الأولى بل الرئيسية هي الاهتمام بمحدود الدخل والارتقاء بمستوى المعيشة للمواطن المصري. معلش بقى، قهوة تعبانة مش النظرية. اتفضل يا رئيس. بلاش كلمة رئيس دي هنا خالص. لا مؤاخذة، اتفضل يا باشا. السلام عليكم. السلام. ايش تعملتوا؟ ازيك يا عم صلاح؟ المواطن المصري هي أهم. تشرب يا باشا. هاخد قهوة مظبوط. قهوة مظبوط يا ابني على مية معدنية. لا، مية من الحنفية. خليها من الحنفية يا ابني وربنا يستر. هي هم كبير للسيد رئيس الجمهورية. باقي يا باقي، لوك 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 لوك، ما عندكوش غير الكلمتين دول. في ايه يا عم صلاح مالك؟ ما تهدى شوية. ما انت عارف عندي 5 عيال وامهم وعمالين يتكلموا عن محدود الدخل، يتكلموا شوية عن معدوم الدخل. ما هو برضه 5 عيال كتير. مفروض تخلي بالك عشان تعرف تربيهم كويس. ومين الأخ ده؟ اسكت شوية، أبوس إيدك. سيبك من متولي وخليك معي. انت عايز تخلد براحتك وتنبسط، والحكومة هي اللي توكلك وتشربك وتربي لك عيالك، لازم تشيل المسؤولية شوية ولا إيه؟ وماله نشيل؟ أنت مش هتحضر فرح؟ فرح إيه؟ عندي ناس مهمة. هو في أهم من بصلة؟ ده صبيك وفرحه النهاردة لازم تحضره. ما يولع بصلة، هو اللي جابه بصلة. الاهبل ده يا باشا السبب الرئيسي في الزياده السكانيه. قوم يا متولي. على فين يا باشا؟ على فرح بصله. سيادتك هتحضر بنفسك فرح بصله؟ ايوه. انت متاكد من الكلام ده يا باشا؟ يلا مكتوبه لك يا بصله يا ابن العبيطه. تحيه خاصه من شباب المنطقه لحبيب قلبي بصل، وسمعني احلى سلام. عايز سعادتك دقيقة واحدة. حاسب يا عمنا، عايزين نسمع أحلى سلام للمنطقة واللي فيها والعروسة والعريس بصلة وأمينة. مبروك يا أمينة. اقعد اقعد اقعد. أنا عايز أقول لكم حاجة مهمة. الفرح ده فيه شخصيات مهمة قوي، كل الدنيا بتصورنا دلوقتي، الدشات والإس إن 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 إن، كل الساتلايت بيصورنا. اسكتي.